الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم اعزائي مشاهدي قناه الاهلي في برنامجكم ملك وكتابه. فتح المزاد على قيم ومبادئ النادي الاهلي. الكل يتحدث، والكل اللي هو مين؟ من اخواننا ياهو، اصحاب الهويه الجميله، اصدقائنا البيضه ابو خطين، من الاعلام وبعض المسؤولين. المزاد اتفتح عيني عينك، وهنعلق لكم على بعض الاحداث اللي حصلت بطريقتنا الموضوعيه، عشان بس هم واحنا وحتى المتابعينهم من جميع الانتماءات يفهموا ان احنا ما بنقولش حاجه الا لما ما تؤكدها الايام. استاذ ابراهيم، هدايا مجانيه تقدمها الاعلام المخترق، كل ما نيجي نطلع حلقه يدوني هديه كده عشان ايه نعرف نقول حاجه. اتفضل. اهلا بك يا باشمهندس، واهلا بكم اعزائي المشاهدين، وهذا الموعد الذي يتجدد معكم دائما في برنامجكم ملك وكتابه. لحظات يقترب فيها الملك من قلب الاميره، خطوه مهمه يخطوها الاهلي مساء السبت باذن الله تعالى في استاد برج العرب يا باشمهندس، نحو خطب ود اميره البطولات. باذن الله اميره البطولات ما تخرجش من بيت الطاعه، هي مطلوبه لبيت الطاعه. ايوه كويس؟ ايوه. انما قبل ما نخش في الحديث، بس للانصاف عشان الناس تبقى فاهمه مواقف الاخرين، احيانا الامور ليست كما تبدو. كثيرين يلومون القناه لماذا لم تعلنوا البيان بتاع الكابتن محمود الخطيب الذي اعلن، الذي قيل انه اطلقه لاعلان ترشيحه. حصلت ردود افعال هنا، انصاره أو المتحمسين له يقولون الله إيه التجاهل ده من قناة الأهلي لهذا الخبر؟ اللي مش مريحه الكلام أو الخطيب بشكل عام، هو ده بيان يتقال ولا دي المتجرب بكلمة القيم؟ طبعا اللي هي الهدف النهائي من أي كلام، لو قلت الواحد صباح الخير هي دي قيم الأهلي، هي جاهزة. كلام معلب بيطلع من إخواتنا إياه. الإنصاف يقول أننا اتفقنا منذ مدة مع إدارة القناة هنا جميعا ألا نتحدث في الانتخابات إلا بعد فتح باب الترشيح، واتفقنا وشوفوا بعد كده مين اللي هيلتزم بهذا الكلام، لكن إحنا على الأقل لما بنقول كلمة بنلتزم بيها. اتفقنا إن إحنا نقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وقلنا إن اللي متابعينا من أيام الإطلاقة الأولى 2014 تحديدا كانوا بيشوفوا أن قناة الأهلي بتستضيف كل المرشحين، وكل أعضاء مجلس الإدارة الحالي كانت لهم إطلالة على قناة الأهلي بمنتهى الحرية، يتحدثون عن برامجهم، يعرفوا الناس بيهم، ولم يستاء أحد ولم يحجر أحد ولم يصنف أحد أحد. فالنهاردة مش عايزين نستبق الأحداث، سيبوا الانتخابات شوية لحد ما تعلن رسمي، واعتقد ان كل واحد من الرؤساء سوف يعقد مؤتمرا رسميا، ساعتها يبقى الاعلان رسمي، لان الناس عماله تتكلم هو مين اللي كتب، مين اللي قال، مين اللي عاد. احنا مش هنتكلم في حاجه دلوقتي الا لما تطلق الامور بشكل رسمي، نبتدي نعلق من طول ما احنا على الشاشه دي، عشان بس ايه كل واحد يراجع التاني. طول ما احنا على الشاشه دي مسافتنا واحده من الجميع، قولا واحدا، ده دقبنا طول عمرنا. حلو، دقبنا طول عمرنا. انت ملحن. نعم. بص يا استاذ ابراهيم، انت كنت بتسالني ولا اسالني الاول؟ بتسالني على مساله الاعلان اللي بالكوين واللي بالكتب والكلام ده. تحب نعلق عليه دلوقتي ولا انت عندك مجاز فقط؟ يعني نقول العناوين الاول وبعد كده تقول اللي انت عايزه. طب قول العناوين. أربع عناوين مهمة في حلقة يقترب فيها الأهلي بإذن الله تعالى خطوة مهمة نحو أميرة البطولات. لا بجد أقنعتني. ليلى بكى فيها الشافعي، لكن كل الترجي التوفيق للأهلي. وأخيرا اشتغلنا بقى. شكرا لحضراتكم. دول أربع عناوين مهمة تلخص مضمون حلقة مهمة أيضا في توقيت بالغ الأهمية. نأمل بإذن الله تعالى أنه مساء السبت جمهور الأهلي يحتفي ويفرح
بفوز مهم بإذن الله تعالى للأهلي على الترجي التونسي يقربه خطوة نحو بلوغ الدور قبل النهائي بإذن الله. بإذن الله. عايز مني حاجة؟ لا، عايزك أقول لك 24 لاعب. أنت قلت لي بعد ال طيب اتفضل. عايز إيه؟ إيه أزمة الإعلام؟ أنت كنت بتتكلم مش أزمة الإعلام. بص يا سيدي، هو مش أزمة الإعلام. أزمة الإخوان المخترقين. إن هم كانوا متصورين إن الدنيا ماشية معاهم زي الفل. وإن هيعملوا اللي يعملوا والمسرح فاضي ويرتاعوا، وخصوصًا إن بدت ملامح الخطة وتحقيق الاستراتيجية. الثمرة بقت قدامهم كده، ولكن كلما تقدموا إليها بعدت وكأنها سراب. هي سراب. ليه؟ كانوا فاكرين هيفضلوا يشتموا ويتكلموا. الأستاذ أسامة قائد قفيلة الناس أصحابنا اللي بنحبهم جدا، بس بعيدا عن النادي الأهلي كلهم بحبهم، وزي ما قلت قبل كده أتعشى معاهم، أصطاد معاهم سمك، أي حاجة، حبايبه وأصحابه، ياما اتغدينا وأكلنا وشربنا وتبادلنا المناكفة مع بعضينا. عشان كده عارف الريحاني وبتاع لما قال له باش كاتب مش هيلعب على باش كاتب، فلما تيجي تقول لي انا بحب قال له يا الله يا راجل بأمره ايه دفنينه سوا. انت تحب شخص لك معه مش هنقول اي حاجه، علاقات خاصه، حب خاص، مصالح خاصه. خلينا في الخاص. عندما تاتي الى النادي الاهلي ما تعمليش مسلسل يا استاذ ابراهيم. كل كلمه بتتكتب من شبابنا العظيم ده بالصدفه في المصري اليوم اللي بشكره جدا انه عامل هذا المنبر، لانه بينورنا. مصر اليوم الحقيقه افسح مجالا كبيرا ان كل الزملكاويه اهتموا فجاه بشؤون الاهلي وبيتصوروا ان هم بيتصيدوا له. النهارده في مقاله كتبها صديقي اللدود أسامة خليل، اللي أنا بقول لك شاطر جدا في مهنته، ودي مشكلتي معاه، مش مشكلتي، عشان كده أنا بحترمه وبرد عليه. في ناس ما ردش عليها، أنا بحترم فيه شطارته المهنية، لكن بختلف مع توجهاته، بختلف مع ما يكونه في الصدور. الأستاذ أسامة خليل أراد أن يضرب، هو الأول أشار إلى المدة السابقة على هذا المجلس، مش المدة، الحقبة. انه يعني اشخاص من العهد البائد، خلي بالك ان ده مرتبط بكل ما يحدث في الاهلي الان. اشخاص من العهد البائد، ومش عارف الراجل السمسار الاعلامي، والنهارده كابتن حسن حمدي الكابتن الخطيب، وفساد الاهرام، الكلمه اللي اللجج والمناهده. اسلوب الحقيقه انا اشكر الثوره واعتب عليها انها افرزت لنا هذا الاسلوب اللي اصبح مدرسه لكل من يريد انه يقاوح ويحول الباطل الى حق. ارغي وتمسك واهري وخلي في نوع من اللجج والجدال الذي لا ينتهي. فلما تربط بقى فساد مؤسسة الأهرام وازدواجية مش عارف ايه اللي كانوا بيخدموا الأهلي، واللي كان فيه ازدواجية معايير ويبتدي يلقح ان النقاء والطهر والشفافية والناس اللي خدت بيد الأهلي المجلس الجديد، إذن يكرسون للمعنى اللي انا قلته. يا جماعة الأهلي ما اتخلقش في 2014، لا يقبل هذا المهندس محمود طاهر ولا الذين معه. لكن ده اللي بيحصل سواء برغبتهم او بعلمهم او دون ادريتهم. ده اللي بيحصل، انه كل ما تيجي فرصه دلوقتي شايفين الدنيا نظيفه ازاي، بس قبل كده دي مقصود بيها ايه؟ ال 114 سنه اللي فاتوا اللي فيهم 133 بطوله. لا سيبك من البطولات، هي البطولات اللي مزعلاهم. هو مستعد تكسب زيهم، بس ما حدش يقول عليك نادي الوطنيه والمبادئ. حرقاهم قوي. صدقني يا استاذ ابراهيم،
فكل حاجة يقول لك العدل بقى الانحراف الفساد من 14 سنة. شارك المهندس محمود طاهر في 8 سنوات هؤلاء الفاسدين وكان شريكا معهم في كل القرارات. فعندما يضربون من يريدون هم بدون قصد أو غير قصد يسوؤون إلى من يحبون. واخد بالك؟ المهندس محمود طاهر المفروض الله يقبل هذا. وأنا يعني للأسف الشديد هذا خلافي، قلت له أكتر من مرة ما تسيبش الناس دي تشتم لك، كل واحد يختلف معاك. للأسف الشديد هم كلهم بيثبتوا إن إحنا كنا على حق، أن إعلام مخترق، وأن الهدف ليس دفاعا عن فلان والهجوم على علان، ولكن هو الانقضاض على تاريخ الأهلي، الانقضاض على الزه والفخر. والأهلي بيذهب إيه؟ بالعظمة طبعا، مش بالنتائج بس. هو عايز يجردك من فخرك، ولذلك عايز يجردك من رمزك، ياخد مقر الجزيرة ومقر الإشهار إلى منطقة أخرى جديدة لها، هي جزء من جسدنا، ما تزايدش علينا. مدينة ناصر ده اللي بناه كل اللي بتشتمهم دول، وكان واخد كل ميزانية النادي حاططها هناك عشان يعمل حاجة على أعلى مستوى. كون بقى أن يجي مجالس أخرى وبعدين يقول لك هي القيم والمبادئ تسيب النادي مفلس؟ لا، القيم والمبادئ أنك تتآمر على مجلس عشان تسيبه مفلس، أنك تحجر على أملاكه، أن الوزارات المتعاقبة تمنعه من الإعانات، ثم الهيئات والمؤسسات اللي ليها فلوس، اللي الأهلي ليه فلوس عندها، تمتنع عن السداد، ثم تأتي المؤامرة الكبرى للإطاحة بكل القدامة والإتيان بوجوه جديدة. ماشي، جميل قوي، الوجوه الجديدة ده إخواتنا وناس محترمين وبنحبهم ولهم نجاحاتهم، لكن المفاجأة إن هم يعني أتاحوا الفرصة للذين يسوؤون إلى تاريخ الأهلي أن يعمقوا هذا المعنى. مبادئ ايه؟ ادي المبادئ، هي دي كل كلمه اقول لك هي دي المبادئ. اللجج اللي عشناه وسمعناه في فتره من الفترات، وعارفين ده اسلوب مين؟ انت عارفه، مش ضروري نسمي، احنا مش عايزين نخش في السياسه. كلنا عانينا سنه من هذا اللجج، واخد بالك؟ اذا كتر خيرك، ارجو الا تتوقف يا استاذ اسامه عن تقديم هداياك، لانك حيث تريد ان تضرب الحيطه بتحصل. بتحصن رموز العهد السابق اللي أتشرف إنك حطيتني معاهم، رموز العهد السابق اللي صنعوا كل أمجاد الأهلي اللي أنت في يوم من الأيام قلت اشتروها بفلوسهم. هو ده اللي حرقهم. وكتاباته موجودة، وما تخلوناش بقى نطلعها واحدة ورا التانية. الإساءة إلى، يقول لك واحد فاجئني وصدمني وانا بسمعه، كتالوج الكابتن صالح، طبعا لازم الناس تتعلم منه، لازم الناس تتعلم منه، لازم الناس تتعلم منه، ولازم الناس كلها تشوف عمل ايه. وبعدين ينهي كلامه في الاخر، يلخصه يقول لك ايه، هو مقر الجزيره ده الكعبه؟ لا، ما هوش الكعبه. مش بتقولوا تجديد الخطاب الديني؟ طب ما تجددوا الخطاب الرياضي. ايه يا عم انت، في ايه خير؟ ايه الضرب في الثوابت ده؟ ها؟ وبعدين ايه التقديس الكبير قوي للاشخاص ده؟ طب ما انت كنت لسه بالتوشيد بالشخص اللي احنا بنعتبره مرجعيتنا. هذا هو اللي عندما تريد ان تضرب وانت معصوب العينين تلاقي نفسك بتعمل كده. لو بالصدفه حد واقف قدامك هتيجي في دقنه وهتوقعه. اية الوش. واخد بالك؟ لكن ان انا حاولت، حتى قلت ايه، يمكن الشخص ده ما كانش يقصد، فقلت هعمل اختبار صغير، ارن له رنه، لو رد عليا يبقى ما كانش يقصد. وتاني يوم الصبح ارن له رنه، لو رد عليا يبقى ما كانش يقصد. لما رنش يبقى ايه؟ كان يقصد، وقد يكون محرج. وقد يكون زعلان. لكن انا زعلان لان انا كان قيمته عندي كبيره قوي قوي. لا يا حبيبي، يا المساله اللي هي كعبه. المساله هي قيمة في رمزية المكان. النادي الأهلي وحدته انه يتلم حوالين رمز.
رمز المكان، الإنشاء، الوحدة. لأن الحقيقة حتى المهندس محمود مدرك أهمية هذا تماما لما هو في نادي هليوبوليس، ولم يكن له أي دور مناوئ أن يبقى الاجتماع في مكان واحد في مقر المؤسسة اللي اختاروا فيه في نادي هليوبوليس لائحة تخصهم بيمنعوا الشروق من أنهم يبقوا أعضاء كامل الحقوق، ما يخشوش الفرع الرئيسي وما يصوتوش. لو هو بقى مسألة مبدأ وعايز يريح الناس وعايز ان ايه يعني ما كل فرع يعمل، كنا شفنا الدفاع الكبير داخل نادي هليوبوليس. انا بتكلم على اللائحه، بتكلم على جزئيه. هو انا لما اقول اعملوه على مقر واحد يبقى محتاج شتيمه ومحتاج خناقه؟ ابدا، محتاج مناقشه. ما حدش طلع ناقشنا في هذا، انما طلع يقول لك عشان نريح الناس. طب ريحت الناس فين؟ ما انت خدت اتوبيسات من الشيخ زايد ومن مدينه من الجزيره الى مدينه نصر، تاني يوم عملت العكس والجمعيه ما اكتملتش على يوم واحد. طب ما انت لو عملت كده يوم 15 في نادي الجزيره يوم واحد كانت هتكتمل، كلنا كنا هنساعد في اكتمالها. صحيح، واكتملت في نادي الجزيره جنبك وزادت كل حته، وانت كنت هتضرب رقم قياسي طبعا. لكن الحقيقه لما الناس اللي حواليك ما تديكش النصيحه الكويسه لان هي ضميرها مش مهيئ ان يديك النصيحه الكويسه. طبعا في شويه حاجات في النص كده مش هشير اليها دلوقتي الحقيقه يعني، لكن ارجو الا تضطرني الظروف لاني مش عايز اتوقف قدام ناس كنت بعزهم وزمايلنا في النادي واصبح من اصحاب المكانه وشافوا وتراب. انا مستغرب جدا على موقفه، واللي يبلغني رسالات بعدين يقول لك مش هرد عليه. رسالات ليه بتبلغها لي؟ كلمني كده جدع لجدع يعني، طول عمرنا متربين مع بعض، كلمني وقول لي رايي كذا فاقول لك انا رايي كذا. انما هتبعت لي رسائل اقول لك ايه بنقصك؟ ما علينا، مش عايزين نحاول الامور الشخصيه نحيها. ولن اتحدث في الانتخابات الا بعد الترشيح، واذا كنت ساتحدث من هذا المنبر واستمر التحدث من هذا المنبر اليمين والشمال يعرف ان انا هكون اذا قلت المهندس محمود طاهر لمده 10 دقائق هقول الكابتن محمود الخطيب لمده 10 دقائق. اذا قلت الكابتن محمود الخطيب وجبت له 3 صور هطلب من حضرتك تجيب لي 3 صور المهندس محمود طاهر او اي مرشح اخر. انا بتكلم مثلا هم دول اللي يهموا الناس. واخد بالك؟ اذا قائمه الكابتن محمود طاهر ارادوا انها تطلع معانا اهلا وسهلا، في اي مكان اخر اهلا وسهلا، بس كل واحد بالسنتي يبقى زي التاني، لان دي مش قناه احد، مش قناه بالصدفه المسؤول الموجود، والا ما كانوش طلعوا بقى ساعتها لما كان المجلس السابق. لم يحدث في يوم من الايام ان طلب مننا ان احنا نعمل حاجه غير اللي بقوله لكم ده. فمش معقوله ناس اتربت على الكلام ده طول عمرها وفي السن ده هيجي ناس تملينا حاجات مش هتحصل. احنا بنعرض ورقنا على المكشوف عشان كل واحد حر في اتخاذ قراره. اللي هيحبنا كده هيلاقينا كده وهيرتاح لنا كده وهنبقى اصحابه بجد، لان احنا بس اللي اخلصنا له النصيحه، لان احنا بس اللي ثبت ان كلامنا صح. النهارده عندما يقال والناس في حيره هو الاهلي هيفتح باب الترشيح ولا لا وعلى اي لائحه، وبعدين في لجنه الانديه ويقال ان المهندس محمود طاهر قال على الاسترشاديه واحنا رافعين قضايا، لازم اسقف له، لازم احييه. مش عيب انك انت في الاخر تعمل القرار اللي فيه حمايه للمكان بتاعك، وامضي في قناعتك زي ما انت عايز. الذين يريدون ان يدفعوه الى المزيد من العناد بيغامروا بمصالح النادي الاهلي. ناس بتقول لي من المعسكر الثاني هو ده صح ان رئيس النادي مش عارف يرجع في كلامه؟ هي مش رجع في كلامه، هي حسابات مصلحه الاهلي فين؟ المجلس ده كلها شهر وهيعتبر خلاص مدته انتهت، فما فيش حد بيرجع في كلامه هنا. هو بالصدفة في اللحظة دي أمين على النادي الأهلي وعلى انتخاباته، فعندما يقول أنا هروح للاسترشادية هو كده رغم أنه مش عاجبه الكلام ده إلا أنه بيحمي النادي الأهلي من أنه يتعرض لمزيد من المواقف الصعبة أو العقوبات التي قد تؤثر على مستقبله. أنا خلاص اللي عندي ومش عايز حد ياخدها بشكل شخصي ونزعل من بعض.
ما زعلش مني الوحش لما قلت له كابتن الوحش رحمه الله عليه لما قلت له انا مع كمال حافظ اسف ولا الفريق مرتجي لما قلت له انا مع الكابتن صالح ما حدش زعل مني. فالنهارده قلت قبل كده اقرب الاقربين ليا ولو اترشح وانا مش مقتنع ببعض تصرفاته هقول له. طيب واحد بيقول لي النهارده عشان اخلص الليله دي ما تنزل نائب الرئيس، اتقالت لي وانزل مستقل حتى او انزل مع احد الاطراف. قلت له الاهلي يحتاجوني في منابر الاعلام اكثر مما يحتاجني في منصب نائب الرئيس. قال لي ازاي حتى انت لما مقتنع مع حد ما تروح معاه نائب رئيس، انت ممكن الناس عندك الشعبيه وعندك قلت له انا في موقعي الاعلامي استطيع ان اقول ما اريد دون حسابات، وانا مسؤول داخل النادي الاهلي لست مؤمنا بان يكون عضو مجلس الاداره الاستاذ ابراهيم اعلاميا. ما يصحش. فهعتزل العمل الاعلامي وانا في طيب ماذا لو المجلس بتاعنا بقى عمل حاجه مش عجباني؟ هسكت طبعا. لكن لو انا في موقعي خارج المجلس اللي هيعمل حاجه غلط هنبهه. صحيح، هنبهه. الرقابه، رقابه مهذبه موضوعيه بتاتي بالادله والايام بتؤكدها. يبقى حد يلاقي حد زي كده مش عايز حاجه من الناس وبيقول كلمه الحق ولو على حساب نفسه، وكلمه خبيره يعني. يا عمي خلاص عمرنا نحن سنحاسب على ما قدمناه، فلا يمكن نضحي بما قدمناه لما سنريد ان نجنيه في الايام القليله القادمه. فلان صاحبي ومعاه مصالحي، فلان صاحبي وشاركته المبادئ، عندما تصطدم المصالح مع المبادئ هختار المبادئ ولتذهب المصالح الى اهلها. هذا هو موقفي. اعتقد انك توافق على الكلام ده. اكيد اكيد، مش عايز اورطك. موافق طبعا. لا ونعم التوريط. زي ما قلت لحضراتكم الاهلي يخطو خطوه مهمه جدا في مباراه الدور الثمانيه السبت الساعه الاهلي والترجي في استاد الجيش في برج العرب. كابتن حسام البدري اختار قائمه 24 لاعب سافر بيهم الى الاسكندريه للدخول في قائمه المباراه. هقول لحضراتكم الاسماء سريعا. في حراسه المرمى شريف اكرامي واحمد عادل عبد المنعم ومحمد الشناوي، وفي خط الدفاع سعد سمير ورامي ربيعه ومحمد نجيب واحمد فتحي ومحمد هاني وعلي معلول وصبري رحيل وحسين السيد، وفي خط الوسط حسام عاشور وعمرو السليه وهشام محمد وعبد الله السعيد وصالح جمعه وكريم ندفد، وفي الهجوم وليد سليمان ومؤمن زكريا واحمد حمودي واحمد الشيخ ووليد ازارو وعماد متعب وجونيور اجاييه، بينما تم استبعاد ميدو جابر فقط لاصابته في منشا العضله الاماميه. باشمهندس، تبرز بعض الاسماء خاصه الجديده على القائمه الافريقيه. هشام محمد، وليد ازارو، بالاضافه الى احمد الشيخ. يمكن دي الاسماء الجديده على القيد الافريقي. في اثنين احنا عارفين ادائهم وفي ثالث نامل خيرا في ادائه اللي هو ازارو. ايوه طبعا دي اضافات، لان انت برضو في المقابل خرج من عندك حسام غالي، كابتن حسام غالي وعمرو جمال. ايوه واخد بالك؟ وكلوبالي. ايوه فانت خرج من عندك ناس ودخل لك ناس. اتمنى الاضافه اللي كنت دخلت تعلي اكتر من اللي خرج. بكره ان شاء الله الساعه 4:30 العصر الكابتن حسام البدري والكابتن فوزي البنزرتي المدير الفني لفريق الترجي هيعقد مؤتمرا صحفيا كل واحد بعد الثاني للتحدث ده حسب لائحه البطوله، حسب نظام الاتحاد الافريقي انه المدير الفني لكل فريق بيتحدث قبل المباراه بيوم في مؤتمر عقب المران الاخير او قبله لمده ربع ساعه لوسائل الاعلام عشان يقول رؤيته للمباراه. كل الترتيبات الخاصه بهذه المباراه تسير على قدم وساق، واداره النادي بتبذل جهدا كبيرا في هذا الاتجاه. لواء شيرين شمس بحث مع مسؤولي مديريه امن الاسكندريه كل الترتيبات لتامين دخول الجماهير وايضا لتامين حافله الفريق. كان السلطات الامنيه وافقت على حضور 20,000 مشجع
لهذه المباراة اللي هتبدأ في الساعة 7 مساء بإذن الله. والمهندس محمود طاهر رئيس النادي بيأكد على ثقته الكبيرة في لاعبي النادي الأهلي والجهاز الفني وعلى قدرتهم التي يراها بلا حدود إن شاء الله على تخطي هذه المباراة. وكان مجلس الإدارة قرر سفر المهندس محمود طاهر رئيسا لبعثة الفريق إلى تونس. المباراة العودة اللي هتكون في استاد المنزة يوم 23 من هذا الشهر، يعني خدوا بالكم مفيش حتى فاصل، يدوب الأهلي بيلعب 16 ويسافر علشان يستعد مباشرة لمباراة العودة. أسبوع واحد بين المباراتين بيخلي المسألة شديدة الأهمية، لأنه مفيش لا في وقت حد يصلح أخطائه ولا يعالج مشاكله. حتى يعني يمكن في ما بين الاثنين الكل يذكر انه الاهلي في مباريات كثيره مع الانديه التونسيه ومنها الترجي كثيرا ما كان الاهلي بيتعادل او يتعثر في المباراه الاولى في ملعبه ويحقق هدفه في مباراه العوده، لانه الظروف متقاربه، كلا المدربين يحفظ الاخر عن ظهر قلب. يا باشمهندس فوزي البنزرتي مدرب كبير صاحب خبرات كبيره، وحسام البدري عنده خبرات كبيره في التحفل في المحور الافريقي. الاهلي والترجي تحديدا خلاص بقت مسألة يعني ديربي افريقي، ايوه عربي افريقي عربي افريقي انك هذا اللقاء كل الناس بتنتظره، كل شيء معروف ومتاح وما بقاش فيه اسرار. الانديه يعني انت هتلعب النجم الساحلي برضه نفس الشيء، عارف الناس كلها هم عارفين الناس كلها، وان كان الافريقي والنجم الساحلي خلاف الترجي يختلف عنهم في ايه؟ ان رئيس شرف الاهلي والترجي سمو الامير محمد عبد الله الفيصل الله يرحمه، هما من رحم فكره واحده. اذا لازم نحافظ على هذه الفكره حتى حساسيات هذا الديربي ما تنسيناش ان احنا اشقاء بالمعنى الحرفي بجد. فيما يخص بقى الترتيبات الخاصه بلجنه الانديه، امبارح كان في اجتماع في نادي طنطا، عدد من رؤساء الانديه وممثليها اجتمعوا في طنطا لبحث الترتيبات اشهار رابطه الأندية المحترفة أندية الدوري الممتاز. والمهندس محمود طاهر له تصريح يمكن بيأكد على أنه اللجنة هي اللي هتدير الدوري الممتاز بشكل كامل، وأنه في اجتماع 10 أكتوبر للجنة على أساس انتخاب المجلس الخاص باللجنة. وأقول لحضراتكم هتمشي إزاي يا باشمهندس. لجنة الأندية أو رابطة الأندية المحترفة كل نادي هيرشح شخصية عامة منتمية إليه أو هو يراها ممثلة ليه، فيبقى عندنا 18 شخصية. كل نادي هيقدم ترشيحه في ظرف مغلق سري. لجنة الأندية هتجتمع يوم 10 أكتوبر علشان تبدأ تاخد هذه الترشيحات من الأندية وتبدأ تعمل انتخاب بين رؤساء الأندية. وهي لجنة الأندية مال؟ أمال مين اللي هينتخب؟ أصل أنت عايز مجلس إدارة الرابطة تحت إشراف مجلس الإدارة. أنهي مجلس؟ مجلس إدارة الاتحاد. اتحاد الكرة هيرشح شخصيتين حبيبي تابعين ليه من بره مجلس الاداره. دي انتخابات هيبقى فيها اعضاء اللجنه. ايوه ماشي. الله ماشي ازاي؟ اعضاء يعني انهي لجنه؟ لجنه الانديه. بص خليني بس اكمل شرح الفكره. انا عارف انا مش الفكره نفسها ده مش الكتالوج اللي بيتم بره. مفيش حاجه اسمها لجنه انديه تختار رابطه الانديه. لا مفيش لجنه انديه. رؤساء الانديه سيبك من الكلام، رؤساء الانديه هيقعدوا. حطهم تحت اي مسمى. لا مفيش لجنه. مفيش لجنه خلاص. بس خلاص. ال 18 رئيس نادي او كل واحد جاي مفوض من قبل نادي هو عضو مجلس. مين رئيس الجلسه؟ هكمل لك طيب. ما انا بسألك. انت لسه هتنتخب. اتحاد الكوره مين رئيس الجلسه؟ مفيش رئيس لسه. رؤساء الانديه اللي هيجتمعوا دول عشان ينتخبوا. كل واحد هيختار 7 اشخاص من الاسماء المرشحه. مين اللي هيدير الجلسه؟ اللي ياكل اتحاد الكوره. بس. ماشي. اتحاد الكوره هيرشح شخصيتين من عنده. من الاتحاد بس من خارج مجلس الاداره. ايوه دول هيدخلوا. اعتقد ان رؤساء الانديه برضه لازم يكونوا من خارج مجلس الاداره. ايوه بتاع كل نادي. بتاع كل نادي. بقول لك كل نادي بيرشح شخصيه من خارج المجلس. من خارج. بس خلاص ال 18 رئيس نادي هينتخبوا 7 من الترشيحات ال 18، السبعة فيهم 2 من اتحاد الكره علشان تتولى هذه الرابطه بشكل مشهر وبشكل رسمي وبشكل مستقل إدارة شؤون مسابقة الدوري بكل تفاصيلها. يعني هيكون ليهم الحق إن هم يعيدوا تشكيل لجنة المسابقات، الحاج عامر حسين هيكمل أو يروا غير ذلك،
هيبدأوا يعيدوا المسألة الخاصة بتوزيع حقوق البث وعوائده، بحيث يبقى في تأسيس لحساب بنكي يتم من خلاله صرف والتحكم في كل ما يخص المسابقة ماليا يا باشمهندس. يعني نتمنى بس ان كل شيء يتم بالشكل الاحترافي زي العالم كله على النموذج العالمي بشكل يعني راقي، لان دول رؤساء اهم أندية في مصر. فالمنتج لازم يكون على قدر القعدة دي، المنتج اللي هو الرابطة اللي المفروض ان هيبقى عندها صلاحيات مختلفة عن لجنة الأندية، والا احنا بنغير الاسم. لا احنا بنجيب لجنة كانت لها قوة التوصية، اللي ملهاش قوة توصية، ملهاش قوة إلا لجنة لها قوة القرار في إطار نظام الأساسي بتاع الاتحاد. فنتمنى إن احنا نوصل لدي، هي دي المخرج الوحيد، لأن بعد كده والله إذا ما طورناش الكورة ما حدش عايض بقى. واحد من الأهداف المهمة اللي قدام رابطة الأندية المحترفة عودة الجماهير للمدرجات، وانا اعتقد لا، حتى المهندس محمود طاهر هو له تصريح مهم جدا، لجنه الانديه ستدير الدوري الممتاز مش الاتحاد، ما انا فاهم. هل معنى انها ستدير الدوري هنغير النظام اللي محطوط للدوري السنه دي؟ لا طبعا، خلاص اللي بدا هيكمل الدوري. هيقولوا كده ولا هيبقى لهم اقتراح؟ اقتراح ايه؟ المسابقه اتلعبت. ما كويس. يعني هتلغي؟ مش هتلغي. طب هتلغي على نظام محطوط لك ولا هتلغي؟ انت هتكمل اللائحه، هتمشي على نظام محطوط لك. طبعا. يعني انت دلوقتي انت متاكد من دي معلومه يعني ولا وجهه نظر؟ ما كنا بنلعب ماتشات وديه يعني. معلش، لا مش معلش، انت الدوري بدا استاذ ابراهيم. هل في شيء مألوف في مصر في الكوره بالتحديد؟ انا بسالك سؤال، عندما طب يبقى عملنا ايه؟ يبقى لجنه رابطه الانديه دي السنه دي هتعمل ايه؟ هتعمل كل حاجه مهمه اللي هي توزيع الفلوس. مين قال كده؟ هيعملوا كده يا سيدي. انت خلاص الفلوس والراعي وكل حاجه تم اقراره، يبقى انت دورك مش هتعمل حاجه غير هتستنى للموسم الجديد بقى. انت الحاجه الوحيده اللي فلتت منك وضع جدول المسابقه وتشكيل لجنه المسابقه. لا، وبيع الدوري وتوزيع الفلوس. وبيع الدوري ما هو متباع قبل كده، انت لسه هتعرض للسنوات اللي جايه، انما العقود اللي شغاله دلوقتي شغاله من السنه اللي فاتت. العقود خلصت مش السنه اللي فاتت؟ طيب ما كانش بقى حقتهم الموسم ده متباع، يعني متباع من السنه اللي فاتت. ده اللي بساله بقى. لازم نقول للناس السنه دي لجنه الانديه هيبقى من حقها ان تدير، ولكنها لن تستطيع ان تدير، هي هتكمل على الكتالوج اللي موجود الاداري والمالي، وترتب للي جاي. وترتب للي جاي. بس عشان الناس تبقى فاهمه مسؤوليه اللجنه دي، ما يحاسبوهاش يقولوا لها هو ده يعني عملتوا ايه من ساعه ما جيتوا؟ مش هيقدروا يعملوا حاجه. وعايزين يبصوا في موضوع عوده الجماهير. تجربه الاهلي قد تساعد في هذا الامر. اللي انا بحييها جدا يعني. النظام اللي محطوط علشان ان الاهلي ازاي جمهوره ياخد التذاكر بعداله وارتياحيه ودون تكدس ودون ان احنا نشوف نظام الخيار والفقوس قضى على السوق السوداء. اللي بياخد تذكرته بياخدها باحترام وبيخش باحترام، وده هيقلل الاحتكاك مع الامن، لان مش هيبقى فيه تجمهر وانت بتشتري التذاكر، او تجمهر على باب الاستاد يوميها عشان تشتري التذاكر. اذا تجربه الاهلي لو تم تعميمها وهي سهله، لان بقى فيها نو هاو، بقى فيها سوفت وير، تشتري السوفت وير ده وتشتغل عليه. لو تم هذا في كل الانديه وفي الاتحاد، مساله عوده الجماهير هتبقى اسهل كتير. نتمنى ذلك. لكن من الاخبار الغريبه اللي انا برضو مش قادر افهمها، انه الانديه هتبدا تبحث مع اتحاد الكوره موضوع اللعيبه الاجانب الاربعه. مش فاهمها يعني. الدوري بدا يا اخي، انت مش فاهم، امال مستنكر قوي سؤالي يعني. لا، الدوري بدا فيما يخص اللاعب الاجنبي. يا عم ما هي يعني دي مش شروط مسابقه؟ احنا كان لازم نغير يعني. الاهلي لما يتكلم الكابتن سيد عبد الحفيظ واعترض، اعترض على منطقية ان انت ازاي سمحت لي باربعة اجانب في الظروف الاقتصادية اللي البلد بتمر بيها، خاصة فيما يتعلق بالنقد الاجنبي، وتقوم حارمني من واحد في كل مباراة وتقول لي بشرط تواجد ثلاثة في ارض الملعب. طيب، المسابقة اتلعبت وفي ماتشات اتلعبت على هذا الاساس، ما هو ما ينفعش بعد ما اتلعبت ترجع تقول الاندية طالبة تلغي فنبدأ نلغي يا استاذ ابراهيم او نعدل. ما تشغلش دماغك قوي بالحتة دي.
المخرج معروف هيبقى فيه ربط. من حقها انها تشوف مصالحها. عشان كده انا بسال. حتى لو كان ضد المنطق. هو اصلا من مع المنطق انك تقول لي اشتري اربعه والعب بثلاثه. بس خلاص انت خطا وعملته، فبالتالي اتلعبت في ماتشات اتلعبت بهذا النظام. يا سيدي وماله، ايه يعني؟ ايه يعني؟ تغير يوه جرى يا استاذ ابراهيم. انت ايه المثاليه اللي حاطها عليك؟ يبقى انت اكيد هنا بقى. ايه؟ يبقى انت اكيد في مصر. يا سيدي انت عندك السبب المعلب. دلوقتي احنا دي اتاخدت بره الرابطه. وكانت اللجنه رايها غير كده، وبس اللجنه كانت توصيات. لما يبقى مصيرنا في ايدنا نعمل اللي احنا عايزينه. وممكن يجي يقول لك اعتبارا من الانتقالات الشتويه الدور الثاني. يعني ما كل حاجه تنزل النوبادي. تنزل للنوبادي وبس، ياكل النوبه اللي جايه بقى. هي بقى مع الرابطه يبقى ما فيش تنزل بعد كده. انما المره دي هنسمح له. طيب باكا بقى بيلبي دعوه سفير جنوب افريقيا وبيهديه فانيله الاهلي. سفير جنوب افريقيا في القاهره استقبل لاعب النادي الاهلي يا كماني مهالمبي اللي خلاص توافقنا على انه اسمه باكا، وهنأه ببدايه فتره احترافه في النادي الاهلي واطمأن منه على راحته في النادي. و باكا اهدى السفير فانيله النادي الاهلي. هو باكا لعيب ايه؟ وعبر له افريقي؟ وعبر له عن سعادته الكبيره بتواجده في النادي الاهلي. بمناسبه باكا وجنوب افريقيا. عمرو جمال لعب اساسي النهارده وجاب جول. مع بيتفست. نرجو بقى نشوف باكا بيلعب اساسي ويجيب جول. السفير فوسي ما في مالا ده سفير جنوب افريقيا في القاهرة. بمناسبة المحترفين ولاعب الأهلي الجداد، عبد الله الشامي المدافع السوري لاعب الأهلي الجديد أجل انضمامه للأهلي حتى بعد مباراة الترجي، وده تأخر وصوله للقاهرة كان بسبب ظروف الطيران. وأكد الشامي جاهزيته التامة للانضمام للأهلي. انتوا عارفين عبد الله الشامي كان مضى للأهلي 3 سنوات على سبيل الانتقال الحر، بيتقاضى 100,000 دولار في الموسم الأول، و 120,000 في الموسم الثاني، و 130,000 دولار في الموسم الثالث. وإن شاء الله يكون الشامي إضافة قوية بإذن الله تعالى لدفاع النادي الأهلي اللي كابتن حسام البدري اهتم بالتعاقد معاه لتعويض النقص بعد احتراف أحمد حجازي. برضو تعديلة صغيرة كده. طبعا أنا مش بنكفك النهاردة. لا لا خالص. لا هو عبد الله الشامي ما أجلش انضمامه. وتأجل انضمام عبد الله الشامي لعدم وصوله نتيجه ظروف الطيران، والا الناس قد تفهم انه مهتمش يجي قبل الله. لما هو يؤجل يبقى مهتمش يجي، انما الطيران هي اللي حالت دون وصول. لكن حالت ظروف ما على انه انضمامه، يبقى تأجيل الانضمام بسبب ظروف الطيران. طب وتأجيل مباراه الاتحاد والمقصه 24 ساعه ليه؟ ايوه ليه؟ مش قولي. هقول ليه، قول انت. يعني انت مسكت لي على واحده. مش عارف ده ما قالوش ليه؟ لا انا مش هقول، قول انت. ما قالوش يا عم. بناء على طلب مين؟ المباراه اتاجلت لمده 24 ساعه فقط. دي هتكون في الاسبوع 16. يعني الحاج عامر من بدري قوي. الاسبوع المباراه في الاسبوع 16 هتقام يوم الجمعة 29 ديسمبر الساعة 4 العصر بدلا من الخميس 28 ديسمبر وأيضا الساعة 5. ولم يفصح عن السبت. ويمكن النهاردة بدأت مباريات الأسبوع الثاني. المصري تصدر الدوري بعد ما فاز على بتروجيت بهدف نظيف من ضربة جزاء. والجيش والإنتاج الحربي في مباراة ديربي عسكري يعني انتهى بالتعادل 2-2. يعني المصري كسب برضه بضربه جزاء. والماتش الاولاني مع وادي دجله كان بضرب. لا انا شفت المصري بضرب الجزاء النهارده. المصري كسب بتروجيت بضربه جزاء. ماشي. والانتاج الحربي تعادل مع طلائع الجيش 2-2. لجنه المسابقات عشان ما نبعدش بعيد كانت قررت تغريم الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره 20,000 جنيه. هنشوفها في فقرتها.
الدوري رجع بقى ورجع ضربات الجزاء ورجع الجدل الإعلامي ورجع هذا الصخب الشديد اللي بيخلي كل الناس تتشد معاه، حتى فنان الكاريكاتير. يمكن فنان الكاريكاتير الجميل عمرو سليم في مصر اليوم رسم رسمة، هو الراجل زملكاوي فخدوا منه كل ما هتبقى فيه حاجة كده هتلاقي فيه تلقيحة دمها خفيف شوية. واحد بيقول للحكم أحمد حمدي بطل مباراة الأهلي والطلائع، بيقول له دخلت التاريخ يا ابني، أنت عارف آخر مرة اتحسب فيها بنالتي على الأهلي كانت سنة كام؟ ده على أساس إنه الأهلي ما بتتحسبش عليه ضربات جزاء أبدا. طب وما جاوبوش؟ كانت سنة كام نجاوب إحنا؟ طب منقول له، والحقيقة هي بعيدا عن ظرف الكاريكاتير أو محاولة الإيحاء بحاجة أو تعزيز صورة ذهنية ما عند الناس، ودي المشكلة على فكرة، إنه الناس تسيب كل حاجة وتمسك في فسفوسة صغيرة قوي تفضل تنفخ فيها لغاية لما تعمل منها هي دي القضية. يتقال لك أصله الأهلي كسب مش عارف سنة كام عشان مباراة حسب فيها ضربة جزاء، ويتساب تفاصيل كل الموسم اللي اتحسبت ضد الأهلي واللي اتحسبت للمنافسين، كل ده يتساب لكن يتمسك زقة في ماتش. الحقيقة والواقع يا أستاذ عمرو، الأهلي الموسم اللي فات بس ما تيجي نجاوبه بالأرقام؟ لا نجاوبه بالأرقام من أول سؤاله، أنا عارف إن سؤاله هيجاوب في نهاية الإحصائية. يعني أنت هتجيب اتحسب له كام ومش عارف، لا هتقول هو سأل سؤال. هجاوب أنا من تحت قول لفوق. قول هو بيقول يا ترى أنت عارف يا ابني آخر مرة اتحسب بينالتي على الأهلي كانت سنة كام؟ يا أستاذ عمرو كانت السنة اللي فاتت الأسبوع 31 واتحسب في هذا الموسم 1 2 3 4 5 ضربات جزاء على النادي الأهلي في الأسبوع 31. طيب يا ترى النادي الزمالك اتحسب عليه كام وآخر واحدة كانت إمتى؟ اتحسب عليه 3 ضربات جزاء وكان في الأسبوع آخرهم الـ 32. خلاص؟ يعني في الأسبوع الـ 32 الأهلي آخر ضربة 31، إذا كان ده حاجة مهمة يعني أنا مش شايفها أي حاجة مهمة. كان الأهلي حسم الدوري كمان يعني والزمالك، إنما تعالى بقى نحسب، قول أنت الجزء بتاعك بقى. طيب يعني الجزئية المهمة بس عشان الإخوة الحكام الصفارة ما تتهزش في بقهم، لا تهز خلاص يا عم، لما يجي يحسب ضربة جزاء للأهلي أو يتردد في واحدة على الأهلي. الزمالك الموسم اللي فات اتحسبت عليه 3 ضربات جزاء، الأهلي اتحسبت عليه 5، الثلاثة أكبر ولا الخمسة متروكة برضو للأستاذ عمرو. طب اتحسب للأهلي كام وللزمالك كام؟ إنما ما دام هي البنلات مهمة قوي للدرجة دي، الموسم اللي فات الأهلي اتحسبت له 8 ضربات جزاء في مقابل كام للزمالك؟ اتحسبت له 12 ضربة جزاء. هي ليه قطة يعني الأهلي جمل؟ يعني الفارق الفارق 9 لصالح الزمالك؟ والفارق 5 لصالح الأهلي. أيوه. طيب يا أستاذ عمرو عرفت الإجابة؟ مستنيين الكاريكاتير بتاعك. دي حاجة، الحاجة التانية المهمة، هو أنت ليه ما بتقولش دخلت التاريخ يا ابني؟ آخر مرة اتحسب على الأهلي 4 ضربات، ما اتحسبلوش 4 ضربات جزاء إمتى؟ وآخر مرة في العالم ما اتحسبش الفريق 4 ضربات جزاء إمتى؟ طيب هو في فريق اتحسب له 4 ضربات جزاء في مباراة؟ تفتكر مين هو الفريق ده؟ وكانت ماتش إيه؟ الزمالك والقناة كابتن جمال غندور. 4 ضربات جزاء. ريكورد. بس يعني اللي عايز طيب هي اخر مره الزمالك فاز بيها بالدوري توقع عليها مش كده؟ لا السنه اللي قبل اللي فاتت يا اخي، احنا ما كبرناش قوي للدرجه دي. موسم 2014 2015 لا مش عايزين نوصل، وهقول لكم ساعتها ما دام ضربات الجزاء مؤثره. اي طبعا في هذا الموسم اللي الزمالك فاز بيه في الدوري 14 15 موسم 2014 2015 اتحسب للاهلي في الموسم ده 8 ضربات جزاء، لكن اتحسب للزمالك 13 ضربة جزاء برضو اتحسب على الأهلي في هذا الموسم ضربتين 3 ضربات واتحسب على الزمالك 4. طب والله ده افترا. بس ما هو بتوع الزمالك اتحسب عليه 4 جوم 2. لا سيبك من جه كام، اتحسب برضو الزمالك اتحسب على الأهلي 3 اتسجل منها واحدة.
سيبك بقى سجل ده ما ملوش دعوه اللي بيحسب العمل اللي عليه الراجل. اه واخد بالك؟ لكن 18 ها من 4 يبقى كام؟ 14. ايوه. والاهلي اتحسب له 8 واتحسب عليه لا اتحسب له 8 واتحسب عليه 3 يبقى 5. والزمالك كام؟ 13 واتحسب عليه 4 يبقى 9 مقابل 5. نفس النسبة يا ربي. 9 5 برضه صالح الزمالك السنة دي. السنة اللي فاتت يعني. بمناسبة الزمالك وبمناسبة كل المناكفة الإعلامية في ده، الأستاذ عمرو أديب يبقى هو الزملكاوي ذو الدم الخفيف الحقيقة. حتى لما الزمالك بيخسر أو بيكسب، الأهلي يكسب، لازم تنتظر منه التعليقات اللطيفة. هو بيحولها لدعابة وده أحسن شيء يعني. إنك تفك القعبة. استضاف مستر مانويل جوزيه وسمعنا كلام كتير في الحلقة، دمه خفيف، نسمع بعضه. تماما، لكن حطها جميلة 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 جميلة. طلع له بلال وطلع له بيبو، يحطها لبيبو واحد لواحد. بيبو بشير، بيبو بشير، بيبو بشير، بيبو بشير، بيبو بشير، بيبو جول، بيبو بشير، بيبو جول، بيبو بشير، بيبو جول. ادي خالد بيبو وادي بشير التابعي، عمل روح يمين وكسر شمال وحطها جوه، ما يقدرش يعمل له حاجه. وما تحت رجل عبد المنصف برضه ما يقدرش يعمل حاجه. ادي الزاويه العكسيه، وادي ترقيصه بشير، وادي دخوله، وادي ما بين على طول ذراع ورجل عبد المنصف. صعبه صعبه صعبه. وبرافو برافو برافو يا بيبو. وماشي خالد بيبو، وماشي خالد بيبو، وماشي خالد. أرضية وفاروق وفاروق وبيبو وبيبو. والهدف الخامس. يخرب عقلك يا راجل، يخرب عقلك يا راجل، يخرب عقلك. بص خالد أخذ بشير وسيكا وفاروق وفاروق وسقاها فاروق وبيبو وأخذ بشير وحطها وهو واقف وعبد المنصف. وهدف خامس. مش ممكن. إيه اليوم الغريب ده؟ ده يوم مش معقول. ده يوم من أيام الكرة اللي ما بتتكررش أبدا. خد يا سيد عبد الحفيظ وهجمة مرتدة وثلاثة أحمر على اثنين أبيض، ثلاثة أحمر على اثنين أبيض. بيجري بيبو ويحطها له وهو جول 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 وهو جول. أقول لك إيه؟ وعد لك إيه؟ يا خالد يا بيبو، ما عنديش حاجة يا ابني أقولها لك، خلصت كل الكلام. تلقى تمريرة بديعة جدا. نص اللي في الكنترول هيترفضوا النهارده، مش هيكملوا معانا الحلقه يا ريت، عشان نبقى واضحين يعني. قلنا احنا حته من الماتش، مش الماتش كله، ومش مش بيبو وبشير كله. مش بيبو وبشير كله يعني، كفايه واحده بس وخلاص، لازم السته. انا شخصيا بحب كده، بحب الانسان اللي ياخد الدنيا فاني كده، ويبقى قاسي قوي عليك اما يحب يغيظك وبعدين يرجع يقول لك يا ريتني ما استعجل. يعني هو شخصيه مؤكد ان عمرو اديب ده يعني ظاهره اعلاميه طبعا. طيب بمناسبه بقى انتصارات الاهلي في مثل هذه المباريات المهمه، زي النهارده ولكن سنه 96 الاهلي كان فاز على الاولمبيك البيضاوي المغربي، اللي بعد كده الاولمبيك اندمج مع الرجاء وبقى الرجاء البيضاوي نسبه الى الدار البيضاء. الأهلي في البطولة العربية في النهائي فاز على الأولمبيك البيضاوي المغربي بأهداف مجدي الطلبة وهادي خشبة ووليد صلاح الدين. نفكر حضراتكم بيها. مجدي طلبة النهاردة بيلعب. هوبا! المباراة لتحقق دور في الراس جديدة زي ما شفنا الراس الافريقية للاعيب افريقيا النهاردة. مجدي لف كورة واو كده زي ما حضراتكم شايفين، ده غاية يحطها جوه جون وحط الراجل في ظهره. اي لمسة ليه ممكن جدا اهو ضربة جزاء للنادي. احنا بنبقى مطمنين له لانه يعتبر شيخ الفريق يعني، من اتقى الناس اللي موجوده في الفريق، فاحنا مطمنين. واسامه عرفي دايما كابتن الفريق بركز طبعا على الزاويه. واضحه جدا، واضحه جدا، هدف جميل طبعا. اعتقد ان الثقه بقى خاصه بعد هم احرزوا جون تعادل
1-1 فاعتقد الهدف ده دايما الفرحه طبعا ايه ده السبب يعني. على فكره بمناسبه فرحه كابتن مجدي اتكلم على اللي ليه واللي عليه. انا اقول لحضرتك او للساده المشاهدين السيناريو اللي حصل بعيدا عن الجماهير او مش عارفاه في فوز النادي الاهلي ان شاء الله. وادي كوتري ووليد ويأكد ويأكد وليد ولا ايه بالظبط؟ عاوز يجيب هدف تاريخي عاوز يجيب هدف تاريخي وجاب هدف تاريخي وليد صلاح الدين عاوز يجيب هدف تاريخي واحرز هدف تاريخي ويجعل اهو شوف الثقه بقى وشوف التمكن يراقب وبعدين ممكن يحطها وحطها جميله يكون الدفاع زي ما حضراتكم شايفين واقع ده ويضحك. يا سلام يعني الف رحمه ونور على روح الكابتن محمود بكر. بص بقى الحس الكروي اللي عنده. خد الراجل في ظهره واي لمسه بنالتي وهي بنالتي. ده كان راجل وليد استلم قال لك ده عايز يجيب جون تاريخي وكل ما يرقص يقول لك هجيب جون تاريخي كل ما يرقص واحد جاب جون تاريخي. لا بكر بص الاحساس العالي كان عنده زي ما يكون العراف هو عراف بالخبره بالفهم انا في تقديري واحد من الاعظم ان لم يكن الاعظم حقيقي يعني اللي قاعد في البلكونه وعداله السماء ودون مبالغه ويقعد عفويه عاليه يعني. وبعدين يقعد يتفرج على الماتش فعلا بيستوعبه ويتنبا ايه اللي هيحصل. انا كنت احبه. الف رحمه ونور عليه وعلى كل الاموات. 15 سبتمبر 2013 برضه زي النهارده من 4 سنين الاهلي فاز على الزمالك 4-2 4-2 ده الرقم السحري دايما. دي يمكن الاهداف وليد سليمان واحمد عبد الظاهر وابو تريكه واحمد فتحي ده فوز الاهلي على الزمالك. النادي الاهلي وادي امامنا فرق السرعه ما بين نجيب وعمر جابر ويحطها على القدم الثابته لشريف اكرامي عشان يتقدم الفارس الابيض باول اهداف هذه المباراه. الزمالك يتقدم على الاهلي في هذه المجموعه. فوز ليوبار بالامس على اورلاندو يعني جعل امكانيه ان يكون الفرق الاربعه برصيد 7 نقاط ويبقى الحسم في الجوله الاخيره. كره ملعوبه محاولات من جانب نادي الزمالك استخلص كرة حلوة قوي هنا أحمد فتحي تحركات لاعب النادي الأهلي بقى في العمق وليد سليمان وممكن التعادل يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد هنا المساحات في وسط ملعب نادي الزمالك والتعادل من وليد سليمان في الدقيقة 9 ملعوبة حلوة 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 وهدف شبيه بالهدف اللي سجله في مرمى ليوبار وامامنا هنا على طول السعاده. شوف الكره الملعوبه في العمق وقطع حلو قوي عارفين نقاط ضعف بعض الاوراق مكشوفه لم يراقب لم يضغط فتح الله ولا عبد الشافي وليد سليمان يهرب وبيسراه جميله حلوه حلوه في المقص هدف التعادل هدف التعادل مباراه قمه بالفعل والتعادل 1-1 بعد 9 دقائق. عمر جابر في الدقيقه 4 وليد سليمان في الدقيقه 9 ويبدو ان الاوراق مكشوفه لكن لسه نور احمد عبد الظاهر مش حاسين بيه في اللقاء. احمد عبد الظاهر اللي بيلعب مع النادي الاهلي قادما من نادي ام بي وادي كره راسيه هنا على طول هدف احمد عبد الظاهر. احمد عبد الظاهر نشعر بيه في هذه اللقطه والهدف ظاهر بالالوان الحمراء والهدف هنا في مرمى نادي الزمالك ياتي في الدقيقه 15. احمد عبد الظاهر من الركنيه اتلعبت حلوه قوي من النجم احمد فتحي هنا بلا رقاب وبدون اي تدخل من لاعبي نادي الزمالك سواء من حماده طلبه او من محمد عبد الشافي ويركنها حلو قوي احمد عبد الظاهر عشان يسجل في مرمى نادي الزمالك امامنا هنا هدف التقدم للاهلي. الزمالك يتقدم بهدف لعمر جابر ثم يعادل وليد سليمان في الدقيقه 9 بهدف جميل جدا ثم الراسيه الموجهه في هذه اللقطه في الدقيقه 15 من عمر هذه المباراه امامنا استلام محمد ابو تريكه ابو تريكه على طول يسند المره دي عبد الله السعيد سيد معوض عبد الله السعيد عبد الله السعيد يلعب الكره اللي في العمق وليد سليمان الخطا المتكرر صلحها حلوه يا ولد يا ولد على الهدف
الهدف الملعوب هدف اهلاوي سينمائي من محمد ابو تريكه، اتلعبت حلوه قوي من عبد الله السعيد، وليد سليمان خلف الدفاع يصلحها حلوه لابو تريكه، وابو تريكه يسجل هدف رقم 13 في مرمى نادي الزمالك الرابع افريقيا ولديه 7 في اطار بطوله الدوري، وفي الكاس عنده هدفين ويتعادل كده في رصيد الاهداف القمه مع التيتش اللي عنده 13 هدف، وامامنا ابو تريكه 13 هدف في مرمى الزمالك محمد ابو تريكه. شوف امامنا هنا وليد سليمان بالكعبه حلوه قوي، وادي ابو تريكه الخالي تماما من الرقابه، ليس هناك ضغط الدفاعات الزملكاويه يعني هنا في هذه المباراه، وكما هو معتاد في اللقاءات الاخيره. وبص شوف ابو تريكه، وبص شوف وليد سليمان بكعبه حلوه، وابو تريكه في الزاويه صعبه صعبه على عبد الواحد السيد، لكن جمله حلوه قوي، هدف سينمائي اهلاوي، اللمسه الحلوه كانت من عبد الله السعيد، التحرك الاروع من وليد سليمان، واللمسه الاخيره والتسديد. وادي امامنا هنا يعني اللسان حال الجهاز الفني النادي الزمالك، لا حول ولا قوه الا بالله في هذه المباراه حتى الان لم يسجلوا. ادي امامنا الاهلي عبد الله السعيد، تحركاته عبد الله السعيد، تغيير اتجاه بشكل رائع جدا عبد الله السعيد، حسام عاشور لمسه المره دي على طول، ابو تريكه الاشهاب، ابو تريكه لمسه واحده والتحرك في الجانب اليمين يعدلها على طول، وليد سليمان يعملها حلوه قوي بشماله والتحرك المره دي، والهدف الرابع، الهدف الرابع عن طريق احمد فتحي يسجل في مرمى الزمالك، كان سجل في لقاء سابق في 2007 2008 عندما سجل عماد متعب، سجل احمد فتحي، النهارده احمد فتحي يسجل للنادي الاهلي في الدقيقه 70 عشان تبقى النتيجه 4-1 لصالح النادي الاهلي، 4-1 لصالح النادي الاهلي. هدف ملعوب وتحركات خلف المدافعين، وادي امامنا هنا لمسه حلوه قوي، وليد احمد فتحي ينطلق، فكرنا بهدفه في كوت ديفوار في 2008، احمد فتحي مع منتخب مصر سجل في الزمالك من قبل في طبعا لقاء 2007 2008 تلا شيء للاهلي. ادي عبد الواحد السيد بلا حيله امام دفاع قليل الحيله، 4 الاهلي 1 الزمالك حتى الان في مباراه اليوم، ونتيجه كبيره قوي وتفوق للاهلي مستحق في مباراه اليوم. من المتالقين في لقاء اليوم، ادي ملعوب على طول ركنيه للزمالك، نادي الزمالك يضغط لحفظ ماء الوجه امام الاهلي المتفوق، وانطلاقه حلوه قوي من حازم امام، حازم امام الحقيقه عامل نشاط كبير، ولكن شهاب بدا يميل عشان يضغط ويلعب عرضيه حلوه قوي، وادي راسيه وهدف، هدف هنا، هدف في هذه اللقطه يسجل احمد حسن عشان يبقى خامس لاعب مع مصطفى كامل طه وعبد الكريم صار وجمال عبد الحميد وحسام حسن اللي سجلوا بالوان الناديين. شوف المهاره، وشوف امامنا حازم امام، ويسجل احمد حسن ضربه راسيه في هذه اللقطه في الدقيقه 82، تصبح النتيجه 4-2. هنا البديل، وادي خطا من شريف اكرامي في ابعاد الكره، مستنيها احمد حسن، مرور حلو قوي من حازم امام ومراوغه ويعدي، وشهاب هو اللي راح يغطي، وامامنا راسيه بقى الخبير والقدير احمد حسن اللي بيسجل هنا في هذه اللقطه وفي هذه اللحظه. يعني كلها حاجات ذكريات جميله جدا واهداف جميله جدا، وباذن الله يظل الاهلي على هذا المنوال في كل العصور، واعتقد ان فريق كره يشهد تطور وصحوه. نتمنى تنتهي بالفوز ان شاء الله باميره القلوب باذن الله. عايزين نطلبه في بيت الطاعه قريب باذن الله. لا بجد اقنعتني. انت مين بعد الفاصل؟ لا بجد اقنعتني يا كابتن عصام. كابتن عصام عبد الفتاح، شفت الاسبوع اللي فات مبدئيا اكدنا وبناكد وهناكد على مساندتنا ودعمنا غير المحدودين للحكام، واقتناعنا انه عمليه التحكيم في مصر في مرحله احلال وتبديل وتجديد، مش تبديد، محتاجه من الكل ان هم يساعدهم شويه ويساندهم. مفيش خلاف على هذه المفاهيم العامه حتى. لكن لما يكون كلام رئيس اللجنه وهو عضو مجلس اداره الاتحاد انه كابتن سيد عبد الحفيظ غلط، وان احنا ما بنخافش من اي حد، وان احنا ما حدش هيهوشنا، وانه اعتراف ان الحكم اخطا
ومفيش اي حد. واحنا رجاله. احنا رجاله واي شنب واي وبدت لا ده عامل ازاي واحنا رجاله؟ مش واحد هنا يقول لي ايه والناحيه الثانيه يشتموا ويتجاوزوا؟ ايوه الناحيه يعني الثانيه بقى عملت ايه؟ يعني كان الكلام على انه لا خايفين من الاهلي ولا الناحيه الثانيه يقصد الزمالك هيهوشونا او هيخوفونا. قلنا برافو برافو ان في لجنه قويه لانه العداله محتاجه قوه تحميها. طيب بعد الاعتراف الكامل على انه الحكم احمد حمدي وقع في اخطاء كارثيه ومؤثره وفي اتجاه واحد، يعني انا افهم انه ممكن الحكم يكون سيء الحظ فيغلط هنا وهنا، لكن اديني عقلك اديني عقل يقول ازاي حكم نفس الاخطاء موجهه في اتجاه واحد اربع ضربات جزاء لفريق واحد واحده منهم بنفس المعيار حسبتها في الناحيه الثانيه. لا انت ما عندكش قرار خاطئ واحد في الناحيه الثانيه. خمس اخطاء كلها ضد الاهلي. اخطائك المؤثره في المباراه في اتجاه واحد. انت عايز عارف دي مساله احنا قلنا والله يا كابتن عصام اطلب من الراجل ده تفسير. حق ايه تفسيرك لده؟ انت واقف غلط؟ انت مش شايف؟ انت مش عايز؟ انت مش حابب؟ كل ده لازم يتقال اذا كنتوا فعلا بتتكلموا على اصلاح مسيره وبتتكلموا على مسانده حكام، انما مش 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 لانه سيد عبد الحفيظ قال كلمتين. مش ممارسه سلطه وبس. هو سيد عبد الحفيظ قال ايه؟ القدرات. صدق ان انا لو منك تستخبى ورا كلمه قدرات، لانه القدره هتكتسب بمزيد من الصقل والممارسه لكنه ما هي لو مش لو مش خبرات ومش قدرات تبقى مصيبه سوداء. هي بجد مصيبة. هي مصيبه سوداء. اه يعني لما كل لا جمال الغندور ولا الشناوي ولا البرتاجي يا استاذ ابراهيم في اي حته في العالم لازم يكون في تحقيق. اه انت منتظر ايه عشان تحقق؟ امتى هتحقق؟ هو انا بقول لك لازم يطلع النمودان يا اخي حقق ودافع عنه. حدث كذا وفسر كذا ورأيه كذا بالظبط. لكن خمس لك كل الاخطاء دي اللي مرضيش يحسبها على فكره استاذ ابراهيم. هو كده مدان قدام الراي العام لان ما حدش برأه. هو كل اللي عمل ازاي تقول عليا كده؟ ما حدش برأك. لكن انت عشان على فكره امبارح كان بيحكم ولا النهارده في الدرجه الثانيه. ماشي ما هو انت يعني مش فاهمني. يعني لم يعاقب بالظبط بس خبوه شويه بالظبط. لا هو ما استخباش لانه مش كحكم جديد مش كل اسبوع هيحكم دوري ممتاز. واحنا مش عايزينه يعاقب باونطه. مش نتيجه صوت عالي. احنا بنقول لك حقق غريب. مش غريبه يا كابتن عصام ان واحد يخلص خمس غلطات مؤثره على نتيجه المباراه في اتجاه واحد في ضد فريق واحد ما استوقفتكش. سيبك من كلام الناس اللي قالوا اي، انت مش عايز حد يقول اي. عايز تعمل عمليه جراحيه وتعمل بتر وقطع وقص ولزق، لكن بيتصرخ ليه يا ابني انت وهو؟ انت بتقول اي. ايه ده الكلام ده؟ يعني لما عرضنا الراي كل خبراء التحكيم وهم بالمناسبه كانوا اربعه رؤساء لجان سابقين. اذا كان الكابتن جمال الغندور ولا الكابتن رضا البلتاجي ولا الكابتن احمد الشناوي كلهم مسكوا عمليه التحكيم في مصر. لما يتعرض راي كل دول وناصر عباس لما يتعرض راي اربعه من كبار خبراء التحكيم ويجمعوا على هذه الاخطاء وما تطلعش كرئيس لجنه او اي مسؤول من اللجنه يقول يا جماعه الحكم اخطا نتيجه 1 2 3 ما يقولش او الحكم ما اخطاش في حاله الحكم. لا نعرف انه تحل التحقيق وانه فسر 1 2 3 زي ما انت بتقول. يعني التعامل مع الازمه فن طبعا. انت تمتص الراي العام بايه؟ لكن هو ما كانش يقدر يعمل كده لان جاله ضغط مقابل ما قدرش يقاومه هو. يعني طب قبل ما يجيله الضغط المقابل هنشوف الضغط طبعا واثاره. بس مبدئيا ما نفتكر هو الاسبوع اللي فات الكابتن عصام كان قال ايه ردا على كلام الكابتن سيد عبد الحفيظ وعلى كلمه اي نشوف. هناك من اساء للتحكيم واهان التحكيم بشكل غير عادي وهناخد حقه. هناخد حقنا منه من لجنه المسابقات. ولو ده ما تمش انا همشي استقيل. حضرتك بتتكلم على مين بالتحديد يا كابتن؟ ايا كان ايا كان احنا بنجتهد. انما لما حد يش انا ما اقدرش اشكك في النادي الاهلي اقول له انه جاب طبقات مضروبه او ان المدرب تعبان
او ان انا اهين اي حد. مش ممكن ان احنا في مجال لازم ننجح كلنا مع بعض. محتاج تكاتف وده صحيح. بيتكلم في تقليل في شأن الحكم، في تقليل في شكل تطوير التحكيم. خلاص تعالوا انتوا امسكوا بقى التحكيم. الله. وناس تانية على الجانب الاخر بيهددونا، يقول لك مش عارف ايه لو ايه. احنا رجاله. انا راجل بقول للمسؤولين اذا كان في الاهلي والزمالك اللي بيشتغلوا في لجنه الحكام رجاله وحكام مصر رجاله، ولا انخف من ادخن شرم منكم. في ايه؟ احنا بنشتغل بمرضي الله، بنشتغل بدون اجر، وبنحاول نعمل حاجه للتحكيم المصري بكل امانه. اللي مش عارف يجيب حكام اجانب واحنا مش كويس. انا معاك يا كابتن وكلنا معاك. اوعى تخاف من حد، اوعى تخاف من حد، كفايه الخوف اللي فات. بس تفتكر انت ما خفتش من حد لما الجرايد والمواقع اتملت بايقاف الحكم احمد حمدي؟ الجرايد كلها ومعظمها على فكره كتب قررت لجنه الحكام. طبعا طلعت وقلت ما قررناش، وطلع الموقع الرسمي لاتحاد الكوره نفى جملة وتفصيلا ما تردد وما نشر عن إيقاف أحمد حمدي. طب تفتكروا وأحمد حمدي توقف ولا ما توقفش؟ وإيه سبب تغيير القرار اللي صدر؟ وهل كان قرار ولا لأ؟ نشوف الأستاذ مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك في فيديو على الموقع الرسمي لنادي الزمالك عشان نشوف يا كابتن عصام بتخاف ولا ما بتخافش. قريت ان الحكم اتوقف وفعلا كان موقوف، فعلا عصام افتح كان موقف، لكن طول ما مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك لن يسمح بعبث لانه اتقال هتوقف ده. اي حكم، وعصام سامعني وعارف انا قلت له ايه، اي حكم يا عصام في فاول الزمالك مش هحسبه، ما وقفتوش هتبقى السنه السوداء. استشار مرتضى منصور مفيش اوضح من كده. قال لك الحكم كان موقوف، فعلا تم ايقافه، لكن انا مش هسمح. وهو عارف انا قلت له ايه؟ وانا عارف انا قلت له ايه. يا ترى قال له ايه؟ عارف هو قال له ايه؟ طب ما نشوف الكابتن عصام نفسه سمع ايه. قدامي خبر بيقول ان رئيس نادي الزمالك قال في تصريحات لي انه ان انت حضرتك اصدرت قرار بايقاف الحكم احمد حمدي حكم مباراه الاهلي وطلاع الجيش، وان هو اتصل بيك وخليك تتراجع عن هذا القرار، وقال لك ان هو لن يسمح بانه الزمالك يتعرض لاي ظلم، وانه لازم تستعين بالحكام اصحاب الخبره فقط في مباريات الاهلي والزمالك. صحه هذا الكلام؟ يعني طبعا انت عايز اجاوب على السؤال ده ازاي؟ عاوزني استعيد شويه شخصيه المستشار مطلق وحلف لك بالطلاق، يعني اكيد عليا الطلاق ده ما حصل. ما حصلش. انا بحلف لك بالطلاق، اسف واسف للساده المستمعين يعني ان انا بعمل كده، ما حصلش. كنت انا بسالك الحلفان الطلاق ده على ان حضرتك ما اوقفتش اصلا احمد حمدي، ولا على المكالمه انها ما حصلتش مع المستشار مرتضى، ولا على انها حصلت بس ما جابلكش سيره الموضوع وافلاك عن ايقافه؟ لم تحدث مكالمه مع اصلا بصراحه بقى يعني بصراحه. انا اللي حصل ما بيني وبين المستشار مرتضى عشان الناس تعرف ان انا يعني انا ما بحبش اتعامل في الظلام، بحب اتعامل في النور، لان ما بخافش من حد ولا اتخن تخين. انا راجل عسكري ومحدش ماسك عليا حاجه، فارجو ان احنا نبدا موسم محترم. المستشار مرتضى منصور بعد الماتش الاول لنادي الزمالك بعت لي رساله. ايه يعني؟ الراجل ما غلطش فيها، بيقول لي احنا هنبدا من اولها الزمالك تعادل اعتقد مع الانتاج اول مباراه. تمام. واحد واحد بعت لي رساله، الراجل بيقول لي هو احنا هنبدا من اولها الوساخه. في الرساله انا ما رفضتش عليه لان انا الحقيقه لا ما فيهاش حاجه بصراحه الرساله دي، يعني بصراحه فعلا ما فيهاش حاجه يعني. فانا ما رفضتش السبب لان انا محترم. انا راجل محترم ما بقى يعني ايه ماشي يعني. اعتبرت ان دي ما اعتبرتوش ان هو انا رئيس نادي الزمالك، اعتبرت ان هو مشجع من الناس اللي يعني بقى بيثيروا على نادي الزمالك، متعصب لنادي الزمالك، شيء طبيعي رغم ان التحكيم ما حصلش فيه اي حاجه يعني. تمام. الرساله عندي على التليفون. تمام. بعد ماتش الاهلي كانت رسالة تاني برضو من معالي المستشار مرتضى منصور. قال لي مش عارف ايه وبتاع، وانا والحكم توقف وانت وقفت الحكم،
وانا مش هسمح ب لو انت ذكر مش عارف ايه بعت لي قلت له انا اللي بخاف منك ولا من ادخل منك وانا ذكر 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 وانت تعرف ده تمام. طبعا كابتن عصام واحنا بنحب يعني بنحبك ونكن لك كل التقدير والاحترام. طب معالي مدير الكوره كابتن سيد عبد الحفيظ ينفع نخليه معالي الكابتن سيد عبد الحفيظ؟ الراجل كان قال ايه؟ قال هي قدرات. لا معلش قبل ما اروح لسيد يا استاذ ابراهيم يا جماعه انتوا بتخطفوا الامور. قبل ما نروح للي قاله كابتن سيد عبد الحفيظ قال له لا 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 ما بعتنيش وعلى طلاق ما كلمني ما كلموش تمام. بس تحاور معاه بالرساله بالرسائل قال له احنا هنبتدي الوساخه بعد ماتش الانتاج والزمالك اللي انا مش متذكر ان كان في وساخه ولا ما فيش. طب لما تكون كل الوساخه في الماتش اللي بعديها وعلى فكره انا بستخدم اللفظ اللي انا مش حابه لان هو قال دي ما فيهاش حاجه قال هو يعني هو اعتبر ان الوساخه صفه مش شتيمه واخد بالك فمحدش القدرات هي اللي شتيمه ده موضوع تاني لما نيجي للقدرات نبقى نحل نحط الوساخه في جنب والقدرات ونشوف ايهما يعني أتقل. يصنف انه سباب يعني او لكن انا عايز استوقف هنا فقلت له انا ما بخافش انا ما بيهمنيش بص علي طلع ما هو موقوف ها اذا كنت فاكر ان انا وقفته علي طلع ما انا وقفت انا ذكر طب ما هو بيقول لك ما توقفوش انت حلفت على ايه؟ وانت يا استاذ هو انت بتيجي تقول يعني في حاجات كده يا جماعه هو احنا هنفضل في الليله دي كتير يعني احنا هنفضل في المناهده دي والمهابره دي ولي الحقائق ده والتجميل بلاش الكذب للمواقف ده كتير هو انت يديرك ايه يا كابتن عصام انك تشتغل بقوه يا اخوانا هنحقق في الموضوع يا يطلع ظالم يا اخي الناس المحترمه برضه بره بتحقق وبتوقف بعد سنه واتنين وسبع شهور وبتشطب وبتعيد ماتشات ما هوش عيب ان يطلع مش عيب ان يطلع عندي حد في المؤسسه اللي انا بديرها لو انا رئيس مجلس اداره مختلس لكن العيب ان اعرف انه مختلس ودافع عنه او انت بتتكلم على انه مختلس بعد تحقيقات او اكتشفت انه ضعيف او اكتشفت انه بريء بس ضعيف بس يا عيني ضعيف او ما اقول ايه هديله الماتشات اللي ما تخوفش او اكتشفت انه كان نازل نتيجه ان انا بقول له احنا ذكوره فنزل يبان انه ذكر على النادي الاهلي خد حبايه شجاعه زياده لا هوريكم بقى هم فاهمين انه هياخدوا حقهم طب يوروني يعملوا ايه بس بقى لما ما ياخدوش حقهم مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه ويجي مدير الكوره بينقي اقل الالفاظ تقدم. احتراما يعني هو وهو بيتوجع قال ايه مساله قدرات يعني مش عايز انطق اكتر من كده انت ضعيف انت فنيا ضعيف اقول له وبتقول قدرات طب 20,000 جنيه يا كابتن سيد طب وانت ايه اللي خلاك قلت قدرات ليه ما قلتش ايه الوساخه دي ما دام الوساخه مش عيب ما بتعقفش يعني انت كنت استخدمت نفس اللفظ عشان يبقى المقارنه على نفس اللفظ بالظبط وساخه بوساخه خلاص يا اولاد عرفنا وتهنا ولقيناها اسفين جدا يا جماعه اللي حصل في ماتش النادي الاهلي وطلائع الجيش وساخه من الحكم ما فيهاش شتيم مش انا اللي بقول انا اعتبرتها من واحد مشجع بيحب النادي بص عشان هقول لك ارفع دي. انا مش انا اللي قلت انت اديتني الرخصه وقلت لي مش هعتبرها شتيمه باجازه الوساخه وقلت لي ان دي مش شتيمه ده لفظ واحد بيحب ناديه متضايق فاستخدم هذه الصفه دي مش شتيمه دي صفه قال انا بحق استخدم كده لا انا ما اقولش كده ما اقولش كده وما صحش اقول كده ولا بنصحكم تقولوا كده يا جماعه بس انا بقول يعني ما توصلوش الناس بقى يعني لازم وانت بتتكلم ما هو لا الناس عقلها صغير ولا الناس بتنسى يا كل شيء متوثق الكلمتين اللي قالهم الكابتن عصام دلوقتي انا علي الطلاق ما حصل مكالمه ده تحايل في بس حصل حوار على الورق نقل لك اللي عايز يقوله لك بالتليفون ممكن انت ما تكونش رديت عليه راح بعت لك اللي عايز يقوله لك على التليفون فانت قلت له انا ما بيهمنيش بس مش هوقفه ماشي يا عم بس كنت اتمنى
تقوم تقول احنا نتيجه التحقيق ثبت انه لم يخطئ وان المساله كلها اخطاء بشريه. اه بالظبط. يعني هو انت مش قد تفاجئ يا كابتن عصام، هو انت من مصلحتك ان يبقى في حد غلطان ما يتحاسبش؟ ها؟ لا طبعا. انا بقول لك بلغ اهو، حقق في اللي حصل. هذا الحكم كل ما هينزل الملعب هينظر اليه نظره مش كويسه، صدقني. برأوا بقى بالتحقيق. هتشوف ليه ما اتصلش بالمساعدين وانتم مدين لهم سماعات؟ هل رأى رأي مساعد امين لحقوا في اي قرار من القرارات الجدليه ديت ولا لا؟ ولا كلهم سكتوا وباعوه؟ هل هو سمع وطنش وصمم على قراره واعتبر ان دي الحالات صاحب هو القرار فيها لوحده؟ هل الراجل تمركزه وتحركه وزاويه الرؤيه بتاعته وكل المبررات اللي لما بنحب نبلعها لاي حكم نبدا نتكلم على انه زاويه الرؤيه كانت قافله او التمركز بتاعه وكانه الراجل تحركه الغلط ده ما يحسبش عليه او وقفه، مع انه في معظم القرارات ما كانش في حد، كانت الدنيا صحراء. المرة قدام الوحيدة اللي في حجب للرؤية كانت في ضربة الجزاء بتاعة الأهلي. بالظبط. إن كان لعيب الأهلي اللي شافها اللي ما شافهاش. لأن كان لعيب السلية، كان في لعيب من النادي الأهلي بينه وبين الحكم. يعني كان ينبغي عليه لما لقى الاحتجاج ده يروح يسأل اللاينزمان ويرجع يدبس اللاينزمان ويشاور على ضربة الجزاء، أنت كده براء. فهي هل هي قدرات وقلة خبرة وصغر سن وحداثة عهد ومحتاجين صبر عليه؟ كل ده نفهمه، كل ده مقبول. كلمة قدرات أو مستوى ضعيف أو ما ينفعش كده ما تخليش سيد عبد الحفيظ يتغرم 20,000 جنيه. لكن في نفس الوقت مين قال إن احنا موافقين إن أنت تظلم الزمالك؟ يعني الأستاذ مرتضى بيقول لك الزمالك ما يتظلمش، لا، لا مطلوب يظلم لا الزمالك ولا يظلم الاهلي ولا يظلم اي فريق. ويظلم الزمالك ليه؟ انت في النهايه حكم، مطلوب منك انك تقضي بالعدل بين كل. لكن لما تعتبر كلمه هي فيها هذا الجرم والخطا والعقاب وتعتبر انت عايز تعرف حاجه ثانيه 20,000 جنيه للكابتن سيد؟ اه عايز تعرف؟ انا كنت هفوتها، ما رضيتش اعلق عليها المره اللي فاتت. قال لك انا هنزل للجنه المسابقات واجيب حقهم يا اما استقيل. اذا هذا القرار بني على تهديد، لا بني على تهديد. بني على تهديد. وانا اربأ بالاستاذ عامر حسين، معلش بقى، ما حبيبنا وصديقنا، لا يا عامر بيه، لا يا عامر بيه. انت شفت طبعا يا عامر بيه هتقول لي اصل التحكيم، بص اللي الناس بتشوفه ما نقدرش نتجاهله. وانت شفت الماتش وشفت ان توجع مسؤول الاهلي كان مبني على ايه. هو بقى ايه نتيجه ان ايه كابتن سيد يعني هو اعتبرها زودها انه راح كل الفضائيات يقول نفس الكلام في 20,000 جنيه. طبعا نتيجه الضغط والتهديد. وانا ذكر انا خايف بقى من حاجه يا استاذ ابراهيم، خايف ان التهديد ده يجيب نتيجته بعد كده ونشوف ان الحكام نازله تتعمد استفزاز الانديه الكبيره، واختص بذكر النديه. والله لو الزمالك لقى حاجه عنده يحاسب عليها، لكن انا بقول لناديه لا، مش هنسيب، مش هنسمح، هنسمح بالخطا لكن لا نسمح بالاستفزاز. هو كل الاستعراض على لعبتنا. ونقولك ايه بقى، وليد سليمان ينقي لك حسام غالي، ينقي لك حسام البدري، بيبص وبعدين يمشي لعيب وراه يقول له برافو 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 برافو، لما يلاقيه مش راضي يسمع في ودنه برافو برافو يقوم يديله ظهره عشان ما يورطوش اكتر. طيب. من كده نفس الحاكم اللي انا قلت له الله، هو انت بصيت للنظره ما سمعتش التسقيفه وبرافو برافو؟ ما تجننوا يعني، ما نعلقش على دي يعني، ما شفتهاش يا كابتن عصام؟ طيب دلوقتي رئيس نادي او اي عضو مجلس اداره، لا لا، او اي عضو مجلس اداره لما بيتكلم او حتى بيدوس جامد لا يعاقب، لانه اتحاد الكره او لجنه المسابقات والحكام بتعتبر مشجع او هو بره اطار سيطرتها. هو قال له كده. اوكي، هل من المنطقي انه في الاهلي اللي ما يتكلمش في الكره الا مدير الكره والمدير الفني فيتعاقبه والاداره ما تتكلمش؟ هل مطلوب ان الاهلي يتنازل على نظامه
والاداره يعني لو الاهلي لجأ قال له لما حد عشان ما تتوقفوش يا جماعه روحوا للمتحدث الرسمي اللي هو شيرين كويس يبقى هو يقول خلاص كده مش هيقربوا له اعملوا كده اعملوا كده صحيح ايه المشكله لكن انا الزمالك يدافع عن نفسه بالطريقه اللي هو عايزها لكن اوعى تفتكر انك انت هتضرب بيا المثل انا بس لا تضرب بيا المثل ليه هو انت بتبصوا على الاهلك منه مش عارف ايه ده لسه بقى اللي ضحكك في اللي جاي في بقيه الفقره دي الناس اللي بتتهكم في فعل فاعل بتعمل طيب. اللي كنت بتكلم فيه الاول خلينا ما تستبقش لا هلقح برضه كلمه مش هلقح عشان الناس تكمل معانا على قيم الاهلي شوف الربط بين المقدمه اللي انا قلتها واللي هنناقشه بعد شويه واللي حصل في التحكيم نشوف الاول راي الكابتن حازم امام عضو مجلس اداره اتحاد الكوره في موضوع التحكيم والزمالك حاجات دلوقتي بس بقرا كده على تويتر الناس بتقول يعني راجل اتوقف على طول الزمالكاوي بعتيني يعني ولما حد بيعمل حاجه في الزمالك ما بيحصلوش حاجه كابتن جهاد جريش على فكره برضه قعد شهرين ثلاثه بيضرب في الدرجه الثانيه وما مسكش ما ضربش الزمالك خالص اتحاد الكوره بكله بعد ماتش المقصه يعني قال ماتش البينالتي واضح وصريح رئيس لجنه حكام مشي اساسا كتفضل بالتاجي بسبب خطا كان تحكيمي ضد نادي الزمالك فيا جماعه ما تاخدوش الامور زمالك ولا اهلي على فكره موضوع ان في خطا حصل بغض النظر هو حصل منه اي دايما خطا بيحصل لازم الحكم بيتعاقب زي ما قلت يعني عصام فتحي مش هتلاقيه هو طلع طبعا الصحفيين او المواقع تكتب انه تم ايقافه من ماشي تم ايقافه بس الراجل ما بيطلعش يقول هو هتلاقي ايقافه ان هو هتلاقيه مش موجود شويه في الدرجه الاولى هينزل درجه ثانيه وهيرجع ثاني يعني الراجل ده اكيد هينزل شويه درجه ثانيه الحكم بتاع امبارح وهيرجع تاني في ممكن على نص الدور الاول على اخر الدور الاول على نص على اول الدور الثاني مش هيفضل مفروض طول عمره تحت زي ما حصل قبل كده مع حكام كتيره كان الزمالك ليه اخطاء ليه عليه والناس اخطات بعدوا شويه جاك ريشه بعد ماتش الزمالك والمقصه نزل حكم درجه ثانيه يا جماعه فمش معنى ايقاف ان هو يقعد في البيت ما يحكمش فاتمنى بس من الناس ان هي ما تبقاش دايما عندها احساس الاهلي بيتعامل معامله معينه او الاهلي يشوفوا الزمالكاوي بيتعاملوا معامله معينه كل الناس بتخطا بيتعاقب من خلال لجنه التحكيم هو بس الكابتن حازم وهو يوحي بان ما هو اللي بيغلط مع الزمالك يعني هو قال بيتعاقب عايز يقول يعني ان الاخطاء متكرره مع الزمالك فقال يعني دي الرساله من تحت الماء لا وقال جهاد ما تصبر على بقى ابراهيم انا بسيبك تكمل كلامك قول ما تحطش افكارك في دماغي مش لا هو بيقول انا سامعه هو بيقول ايه والرساله اللي من تحت الماء هي اللي وصلت لي ما الزمالك غلط له كذا ونزل درجه ثانيه والزمالك غلط له كذا ونزل درجه ثانيه والزمالك غلط له كذا ونزل فما تقولوليش بقى ان الاهلي يا جماعه او الزمالك عايز يقول يعني ان دي اول مره حد يغلط مع الاهلي ادي الكلام لكن وهو بيقول كده بيفهمنا ان ما كل اللي غلطوا مع الزمالك اتعاقبوا مش كده هو انت بتنشرها فاكر ان هي دي الرساله لا مش هي دي الرساله يا عم ابراهيم تاني ممكن معلش شوارب تاني ممكن لو سمحت اسمعها كويس بقى حاجات دلوقتي بس بقرا كده على تويتر الناس بتقول يعني راجل اتوقف على طول الزمالكاوي بعتيني يعني ولما حد بيعمل حاجه في الزمالك ما بيحصلوش حاجه كابتن جهاد جريش على فكره برضه قعد شهرين ثلاثه بيضرب في الدرجه الثانيه وما مسكش ما ضربش الزمالك خالص اتحاد الكوره بكله بعد ماتش المقصه يعني قال ماتش البينالتي واضح وصريح رئيس لجنه حكام مشي اساسا كتفضل بالتاجي بسبب خطا كان تحكيمي ضد نادي الزمالك فيا جماعه ما تاخدوش الامور زمالك ولا اهلي على فكره موضوع ان في خطا حصل بغض النظر هو حصل منه اي دايما خطا بيحصل لازم الحكم بيتعاقب زي ما قلت يعني عصام فتحي مش هتلاقيه هو طلع طبعا الصحفيين او المواقع تكتب انه تم ايقافه من ماشي تم ايقافه بس الراجل ما بيطلعش يقول هو هتلاقي ايقافه ان هو هتلاقيه مش موجود شويه في الدرجه الاولى هينزل درجه ثانيه وهيرجع ثاني يعني الراجل ده اكيد هينزل شويه درجه ثانيه الحكم بتاع امبارح
وهيرجع تاني في ممكن على نص الدور الاول على اخر الدور الاول على نص على اول الدور التاني، مش هيفضل مفروض طول عمره تحت زي ما حصل قبل كده مع حكام كتيرة كان الزمالك ليه اخطاء ليه عليه والناس اخطأت بعده شوية. جاك ريشة بعد ماتش الزمالك والمقاصة نزل حكم درجة تانية يا جماعة، فمش معنى يخاف ان هو يقعد في البيت ما يحكمش. فاتمنى بس من الناس ان هي ما تبقاش دايما عندها احساس الاهلي بيتعامل معاملة معينة او الاهلي يشوفوا الزمالك بيتعامل معاملة معينة، كل الناس بتخطأ بيتعاقب من خلال لجنة التحكيم. باشمهندس ليه ارجع للاستاذ ابراهيم، شفت ايه يا استاذ ابراهيم؟ يعني هو حازم عايز يبعت رسالتين ثلاثة. رسالة أولانية، هو في البداية حازم بأدبه وبذوقه بيحاول يهدي، بيقولك أنا قريت على تويتر كتير جماهير زمالك زعلانة بتقول اشمعنا دلوقتي لما حكم غلط مع الأهلي فول ستوب. آه الرسالة هنا موجهة لمين؟ لجمهور الزمالك. كمل. إنه ما هو يا جماعة في حكام كتير قبل كده غلطوا أخطاء مع الزمالك ونزلوا بعدوا وتوقفوا، ففي أخطاء كتيرة. الراجل بيحاول يهديهم انه فول الزمالك بتظلم كتير. الرساله دي لمين؟ لجمهور الزمالك بيطمنه. كمل. وبعدين بيقول لهم ما هو الحكم اتوقف ومش معنى ان اتوقف يعني خلاص الراجل هيقعد في البيت، ما حدش بيقعد في البيت. فول ستوب. اتوقف. الكابتن عصام عبد الفتاح قال لك لا، ما هو ده اللي حصل، ده اللي حصل في حكايه كلمه والرساله اللي راحت. معلش انا فاتلغى القرار. الرساله دي هبعت لك فيها كذا بالظبط، لانه الكابتن حازم امام زميل الكابتن عصام عبد الفتاح على ترابيزه واحده. فلما الكابتن حازم يقول في قرار وانه الراجل اتوقف، بس مش معنى اتوقف يا جماعه انه هيقعد في بيتهم، هو هينزل يلعب في الدرجه الثانيه شويه لغايه لما الدنيا تهدى هيرجع تاني. وبيقول ده اللي حصل مع الكابتن جهاد جريشه وده اللي حصل مع حكام كتير غلطوا قدام الزمالك، هو عايز برضه يفكر الزمالك انه مظلوم دايما. بالظبط. يعني محتاجك فول ستوب، انت وصلت لها لنفسك دي. فما تقوليش بقى اصل كان قصده. فهي يعني ما انا ممكن وهو راجل مهذب ما تحطليش السم في العسل، لا ما تروح زائق الزمالك اتظلم كتير والحكام اتعاقبوا. فانتوا زعلانين يعني ان الحكم لما يغلط مع الاهلي يتعاقب ليه؟ فهي وذكر واقعه الكابتن رضا البلتاجي. عارف ليه بيقول كده؟ عارف الزمالك كتير ليه؟ لان مفيش حكام اتعاقبوا، لان الاهلي ما كانش بيشتكي. الاهلي اتظلم اكتر. أيوه. بس لانه ما بيشتكيش ما بيتحلو، لانه لما بيجي يشتكي بتكون النتيجه اهو 20,000 جنيه. كويس ان انت جبت الكلام. يعني ثوابت النادي الاهلي دايما الرياضيه، انه مفيش اعتراض على التحكيم. وانا معدي على فكره. طيب انا معدي كويس. يعني خلينا نتكلم كلام عاقل شويه. الصح هتقولي ما انت ما بتعملش كده ليه؟ بس انا بكلمك. لا 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 احنا اعلام بيحلل بالظبط. لكنه حقيقه الامر للعيب مطلوب ان هو يعترض على حكم ولا اداري او مدرب يعاقب على قرار حكم، ده المفترض. مش حتى ثوابت النادي الاهلي ولا حتى دي كانت دايما وابدا تعليمات الكابتن صالح، وله فيديو شهير مع جهاز الكابتن ثابت البطل وهو بيتكلم اللعيبه احنا خدامين الحكم، كان بيتكلم في جيل التسعينات. انا مع الكابتن صالح في دي، خدامين الحكم عشان ما يتاذيش اللاعب او الاداري، لكن موقفك انت لازم يعلن من خلال اعلامك من خلال ادارتك. فخلينا نقول الكلام الصح، لا مطلوب اللعيب يعترض ولا مطلوب الاداري يغلط او يتجاوز او ولا ينتقد الكوتش ولا حاجة، ولا الكوتش يعاقب على قرارات حكم. دي مش بس ثوابت النادي الاهلي ولا دي قيم الرياضه يا جماعه، دي قيم الرياضه الحقيقيه السليمه اللي النادي الاهلي معني بالحفاظ عليها وكل الانديه المفترض تعمل كده. بس في نفس الوقت اتعامل مع اتحاد يكون فعلا عنده قدره على انه ياخد موقف صحيح، عنده قدره معيار واحد، فرض معيار واحد بين كل الانديه. ما ينفعش ابدا ان احنا نقول للاعيبه النادي الاهلي ومدير الكره في النادي الاهلي والمدير الفني للنادي الاهلي هس ما حدش يفتح بقه، وان قيم الرياضه ما تقولش ابدا ان انت تعترض على قرار حكم ويتظلم من حكم كل هذا الظلم، او بلاش يا سيدي ظلم، يقع ضده اخطاء مؤثره جدا في حقه بكل هذا الحجم اللي خبراء التحكيم نفسهم هم اللي بيقروه، ولما حد يقول اي يتعاقب ويتغرم في الوقت اللي وده المعيار الواحد اللي احنا تقريبا حتى ملك وكتابه ظهر علشان يتحدث عن نفس المنهج. ارجوكوا مشوا مسطره واحده،
أرجوكم اعتمدوا معيار واحد في التعامل مع كل الأطراف، لأنه لا يستقيم أبدا أن أنا أقول للطرف التزم بالقيم الرياضية والتزم بالصح والغلط، وطرف تاني يغلط يهاجم لجنة، تتغير لجنة في لجنة في لجنة. تحب يا كابتن عصام نعدد كم لجنة حكام اتغيرت؟ هو قال رضا البلتاجي كابتن حازم، وكابتن حازم امام على فكرة، كابتن وجيه احمد اتغير، كابتن جمال الغندور اتغير في الاسطوب. بس هنا الكابتن حازم واضح انه كان بيكلم جمهور الزمالك، ايوه عايز يقول لهم يعني اعمل لكم ايه، اتغير رئيس اللجنه. ايوه بالظبط، هو الرساله ما كانتش للراي العام، بالظبط الرساله دي متوجهه لجمهور يبدو اللي بعت له مسجات انه عتب عليه. اه انت يتعمل كده وانت موجود ليه؟ وهو لو الزمالك قال لهم لا، لو انت بتقول على الزمالك حصل 1 2 3 4 5، فانت يا كابتن حازم انا عايزك بقى كنت تكمل، واللي حصل في ماتش الاهلي ده يا جماعه انتوا شايفينه، ما تقول بعد ماتش المخاصه الظلم واضح. طب والخمس ظلمات ولا ظلمات دول تعمل فيهم ايه؟ جمع ظلم ايه؟ مظالم؟ لا لا مظالم، مظالم ظلمات ولا ايه؟ مظالم، لا ظلمات من الظلام والخمس لا المظالم برضو مظالم الناس، الظلم ظلمات، اللي يقول لي جمع الظلم ظلمات، ظلمات طب انا بقول لك مش مظالم، ظلمات الله يرحمه. لا لا اصل انت بتقول لي الظلم يبقى مظالم، انا بقول لك ظلمات، لا مظالم مظلمه، مظلمه فردها يعني الفردي بتاعها المفرد، المفرد بتاعها. فهي كل هذا الظلم، لا احنا معنيين ان احنا نقول للكابتن سيد عبد الحفيظ، ونقول للكابتن حسام البدري، ونقول لكل لعيبه النادي الاهلي ولكل اللعيبه على فكره، الحكم حكم زي الكابتن لطيف ما قالها زمان. طب ما نفكركم بالكابتن صالح، ممكن بس اكمل لك الجمله دي بقى فضل. لان الحقيقه انا كنت شاعر بالكابتن سيد، ما هو الكابتن سيد بين المطرقه والسندان. الناس هو فين مدير الكوره؟ هو في زي ما الكابتن حازم طالع كده، فالراجل بيقول لا، ومؤكد كان بيتقال له من جوه من اجهزته نفسها. لكن لو هو في اليه تعفي جهاز الكره من الانتقادات يبقى دور جهاز الكره، وانا ده اقتراح على فكره النادي الاهلي، ان جهاز الكوره ينقل شكواه الى المتحدث الرسمي، اليه معينه هي اللي تتولى التعبير عن الراي، التعبير عن الراي والاحتجاج. هتقول لي بقى رئيس لجنه الاعلام بس يبقى معروف ان ده راي النادي الرسمي، هتقول لي المكتب التنفيذي، هتقول لي مدير النادي، ونخلي اللعيبه بجهازهم، عشان انا برضو مش حابب نغمت ان شكل الاجهزه في الاهلي وغير الاهلي اللي على طول داخله وخارجه تحتاج وتعمل. صحيح، يبقى خلص في متحدث رسمي، يبقى يا جماعه اطمنوا يشكر او ينقد او يشكو، قولوا لنا ايه اللي انتوا تعرضتوا له، ولو تاكدنا من كده هنجيب حق النادي، مش دوركم تجيبوا حق النادي، احنا اللي هنجيب. لكن داخل المستطيل الاخضر وحوله اوعوا تعملوا حاجه، اطراف اللعبه كلها ملتزمه، خدامين الحكم يا سيدي، باللي كابتن صلاح الله يرحمه قاله نفكركم بيه. اهم حاجه في لعيب الكوره مخك، لما بتتنرفز تفكيرك بيختلف، بتفكر غلط. انا بقول لك اضحك عشان تفتكر دايما انك انت مش لازم تتنرفز، ما تخليش النرفزه تخليك تبقى زيه، لما يشتمك ما تردش عليه، بس العب بجد، هو هيفهم. وبعدين لما واحد بيشتمك وما تردش عليه يفضل في دماغه طول الماتش، يا ترى ما ردش عليا ليه؟ هيعمل فيا ايه؟ انما لما تقول له ابوك وامك وهو يقول لك ابوك وامك خلاص مش هتفوز، لو مشيتوا على الكلام ده هتبقى ثلاث اربع اجوال. اللي الحكم هيقول عليه احنا خدامين الحكام، بس لازم نلعب كويس ولازم نكسب. ولو لعبنا كويس وسيطرنا على اعصابنا هتكسبه، وهتكسبه كويس، وهتعمله ماتش كويس. وكل مره عملتوا فيها الكلام ده في الماتشين الثلاثه اللي فاتت كانت النتيجه باينه وكانت كويسه. ربنا يبارك شايف الملعب كل شويه قدامك وعندك نفس وعندك شويه صحه زياده، اعمل الحاجه اللي بعدها.
تتنقلش من حاجة اللي بعد اللي بعدها وانت الأساسية أساسا عملتوها. ده مهم جدا. كل واحد يعمل واجبات مركزه أولا. أخرج إبراهيم رايح على قريبين بنزل وواحد في نص الملعب ثلاثة قريبين منه، لازم الثلاثة دول يتوقعوا إن إبراهيم ممكن إنه يغلط، ممكن إنه يغلط. أنا عايزك تأذن الكلام اللي أنا بقوله، لو لقيته معقول نفذه، لو لقيته مش معقول ما تنفذوش. إنما لو لقيت كلامي معقول أنا عاوز مصلحتك أنت، أنا مش عايز مصلحتك أنت كفرد، أنا عايز مصلحة النادي. أنا بقول لك علشان مصلحة النادي. أنا يا جماعة بلعب. شوفوا الرقي، يعني أنا بقول لكم كلام لمصلحة النادي، اسمع اللي أنا بقوله لك وفكر فيه، اللي مش معقول منه ما تنفذهوش، ما تعملهوش، واللي لقيت فيه حاجة معقولة لازم تنفذها. عارف قيمة الكلمة دي إيه؟ آه القناعة. أيوه أنا مش بديك تعليمات ولا نصايح، أنا بقول لك كلام لو انت اقتنعت بيه هيبقى دستورك الشخصي، ما انتش محتاج تقعد معايا كل مره اقول لك الكلام ده. لو انت ما تتنرفزش عشان ما تغلطش. وصلت نستخدم لقب احنا خدامين الحكام. التحكيم والحكام، التحكيم يعني هو يقصد الحكام التحكيم. ايوه بس ايه؟ مالكش دعوه انت بقى بالاخطاء دي، خلي عنك انت بقى. وراك نادي لو حس انه الظلم هو اللي هجيب لك حقك. بالاليات مش بالفتوانة. وقد لا انت لو في منظومه شفافه فيها معيار واحد ما انتش محتاج تحتاج. ايوه لو انت لقيت اول ما خرجت بيان ما حدث يستحق التحقيق وسنوفيكم بالنتيجه، انتهى. حد يفتح بقه؟ ابدا ابدا، حتى لو اتبرأ. ايوه بس يقول لي حيثيات البراءه. خلاص هو قال فيدي كذا وقال فيدي كذا وقال فيدي كذا وقال فيدي كذا. معلش هو خطأ أخطأ وهينزل مرة شوية تحت، مع إن أنا مش فاهم يعني إيه ذنب الدرجة الثانية، ما الدرجة الثانية فيها مصايب. يا عم زي الموظف اللي بيتنقل للصعيد. ما هو في ما أنت هترتكب نفس الصعيدة الأخطاء. مكتوب عليهم يستقبلوا أنت مش فاهم هو هترتكب الأخطاء برضه. إذا كانت دي قدرات زي ما بيقول الكابتن السيد وأنا منزلك بقى ترتكب القدرات تحت اللي ما حدش شايفها. ما هو حرام برضه. ما هيش مجال تجاره. أيوه. لا ده الراجل ده يتعمل له اعاده تاهيل، يخش ياخد دوره في اثنين، لان انت لما تشوف مواقفه انا قدرت المس ملامح شخصيته. هو عمل اضراب قبل ماتش في 2015 اللي اتعس اسكندري المقاولين كان ولا مش عارف مين ولا وادي دجله حاجه كده، وقال لينا مستحقات ما خدناهاش. اذا هو بيلعب دور اللي مش فارقه معاه الزعيم، انا اللي هجيب لكم الحق. رغم ان هو اتهدد ان هيحصل ويحصل، لكن لا، هو شخصية السائر المعترض ممكن يمارسها في الملعب في صفارته. أنا داخل بقى النادي الأهلي اللي خايفين منه كلكم عنكم أنتوا بقى، أنا اللي هحكم الماتش. سيبوهولي. سيبوهولي بقى وياك يفتح بقه. طب دي شايفها مش هيحصل. طب دي مش هيحصل. وريني هتعمل إيه. فلما الدنيا قامت. أيوه لأن أخطاء أربعة في اتجاه واحد. لأنه هو ده اللي سمعه في لجنة التحكيم. اللي اداله التعليمات قال له احنا دكوره قوي، احنا ما بيهمناش. حلو ان ما يهمكش في الحق، انما لو ما همكش في الباطل ده انت تبقى كارثه. ده انت لو ما همكش في الباطل دي كارثه، انما ما يهمكش في الحق تسقيفه. ايه عندك؟ اذا نفرغ من ده، الجهاز الفني بادارته بقيادته عليهم فعلا التاكيد للعيبه على المزيد من الطاعه والالتزام باحترام التحكيم في الملعب ولا مجال لاي اعتراض. لكن في نفس الوقت الرد الاعلامي ياتي من قنواته الطبيعيه والمسؤوله، والرد الاداري والموقف الرسمي يعبر عنه المدير التنفيذي للنادي يا باشمهندس او من يختاره المجلس. المجلس اختار. بالظبط. عشان انا ما يكونش عندي خلل. يا جماعه. ما يبقاش عندي خلل في ناحيه تضغط لدرجه تغيير لجنه حكام. على فكره هو ممكن النادي الاهلي يقول رئيس الاهلي بيعبر على الكره وله ان يكلف من يراه بالتحدث في هذا الشأن مثلا. لا يستقيم الامر انه طرف يضغط
عشان يقول ان انا بجيب حقوق ناديه، معاه الحق انه يجيب حقوق ناديه، ده حق مشروع ما دمنا وصلنا للمستوى ده. لكنه يبقى في ضغط بهذا العنف لدرجه تغيير لجان، مش تغيير حكام مباريات، تغيير لجان بالكامل، وطرف لما يقول اي يتغرم 20,000 جنيه ويتقال اصل الناحيه الثانيه الكلمه اللي اتكتبت له اتعملت لي اعتبرتها جايه من مشجع واعتبرتها حد يعني غيران على فرقته، ده بيقول لك مفيهاش حاجه. كلمه زي كده تقول مفيهاش حاجه في في في, في يعني اعداد خاصه. اه وفي نفس الوقت في الاتجاه الثاني لما يقول لك قدرات، على فكره على فكره هي الرساله كانت قاعده خاصه، هو ما قالهاش على الهوا، اللي قال على الهوا اللي وصلت له. اه طبعا. هل هي وصلت له؟ هو اصل الراجل اتدبس كابتن عصام انه حلف طلاق انه ما كلمنيش، فشبانة استمر معاه قال له طب انت بتحلف طلاق انه ما كلمكش ولا ما توقفش؟ ليه؟ اه لان كان المستشار مرتضى منصور هيقول انت مش حلفت طلاق يعني بتكذبني؟ طب اهي. اه فقالها قبل ما يقولها المستشار مرتضى. ندخل في مشكلة. ما هو متسجلة. ندخل في مشكلة شرعية. لا متسجلة. اه. فهو ما ينفعش هو ان المستشار مرتضى يقول حاجه تانية يحلف الطلاق انها ما حصلتش. اه فاضطر يقول هي كانت مسج مش مكالمه. اه وهي ما فرق بقى. وهي كانت مكالمه لما ما تردش عليها بقت مسج. اه شفتوا الكابتن صالح وحرصه على قيم الرياضه، ده الزمن الجميل، الزمن الجميل اللي قدم للرياضه المصريه واحد من أنبل وأشجع وأخلص خلصائها الحقيقة، كابتن عبد العزيز الشافعي متعه الله بالصحة والعافية. اللي في الرياضة ما تعاملش مع كابتن عبد العزيز الشافعي فاتوا الكتير. وأنا تسمح لي أحكي عن الراجل ده كلمتين؟ أصله في ليلة أبكت عبد العزيز الشافعي، ليلة بكى فيها الشافعي، ولما يبكي حد كبير في السن ده يبقى اللي بكاه ده لمؤاخذه. لا الشافعي تحديدا. اه. وهقول لكم ليه دلوقتي، اسمح لي. طب قول الكابتن عبد العزيز الشافعي بقى، ده رئيس جهاز الرياضه يا جماعه السابق وواحد من رموز الرياضه والنادي الاهلي يعني الكبار. لا لا كمل اللي عندك معلومات كملها. لا لا اتفضل اتفضل يا سيدي كملها مفيش مشكله. لا يفتى وملك في المدينه. ملك ايه؟ يلا. الكابتن عبد العزيز الشافعي لما بنقول لكم احنا بنتعلم من رموزنا، هو احد رموز النادي الاهلي والرياضه المصريه والعالميه. كابتن عبد العزيز الشافعي كان سباحا مبهرا في وقته، فاز مصنف وبعدين ظل يرتقي، رأس اتحاد السباحة، رأس اللجنة الأولمبية المصرية، كان عضوا باللجنة الأولمبية الدولية، أنا شخصيا كان رئيسا لبعثة مصر في دورتي ميونخ وموريال مونتريال، وأنا قابلته في دورة مونتريال وعرفت حجمه لان انا كنت وقتها في كندا بعمل محاوله هجره. فلما جه اتصلت بيه قلت له تعالى واتعشينا، وبعدين قلت له يا كابتن، كان قبل الدوره بشهر، قلت له يا كابتن هطلب طلب مجنون ما بيحصلش قبل كده، الناس دي كانت بتطلب متطوعين وانا رحت قدمت متطوع، كان متطوع عشان بقى عايزين حد له خبره في كره القدم، فانا رحت انبسطوا جدا بس قالوا لي انت بتعرف فرنساوي ولا انجليزي بس؟ قلت لهم لا بعرف انجليزي بس، قالوا لي احنا عايزين بايلانجول يعني انجليزي وفرنساوي، فما رحتش. فانا يعني زغللوني ان انا كنت هبقى جوه المطبخ واحضر الماتشات واحضر الملاعب، قلت له تقدر وتفاوض حد من اللعيبه؟ تقدر تعتمدني اعلامي؟ ما كانش لسه الليل. قلت له تقدر تعتمدني اعلامي؟ انا قال لي انت ازاي؟ قلت له انا ادي انا كنت واخد معايا بقى ايه؟ صباح الخير وقتها كنت بكتب ومجله الاهلي. ليس المصور بعد ما رجعت. قلت له ادي حاجه جورنال قومي جورنال الاهلي. بقيت بعد اقل من اسبوع. والله انا ذهلت، شوف المكانه بيطلب طلب بعد ما اغلق خلاص وتحدد مين المعتمدين. انه يجيب لي ايدي كارد مين المعتمدين في الاعلام. لا قال لي جيب جواب مختوم بختم النسر. لا قال لي جيب جواب من مؤسستك الاعلاميه. قال لي حاجه. قال لي والله انا قلت لهم إذا قدرتوا تعملوا هذا هيبقى يعني فيفر أو خدمة شخصية ليا، لأن الراجل ده بيفهم في الرياضة والراجل ده عايز يعمل كذا والراجل ده موجود في كندا، لو حصل للدورة الأولمبية دي تقدروا تستفيدوا منه بعد كده. وطلعت دي مكانة عبد العزيز الشافعي. حضرت تحت رئاسته أكتر من مرة في كل الألعاب الإفريقية، حضرت مرة. طب اتعلمت إيه من الراجل ده؟
عشان اقول لك قيمه واحد زي ده لما يعيط يبقى بيعيط ليه. فكنا رايحين دوله افريقيه وانا رئيس بعثه منتخب مصر كره اليد. فقال لي بص يا عادلي، نصيحتي الوحيده، احنا رايحين بلاد امكانياتها ضعيفه جدا، هتلاقي اللعيبه بتكلمك في النوم وفي الاكل وفي المشوار وفي مش عارف ايه وفي الملعب، احنا مش رايحين نرهق البلاد دي ونحرجها، احنا رايحين نتنافس ونسعى ان احنا نستحمل الظروف الصعبه ونلعب عليها. والله فضلت كلمه في ودني، واول شوف ما مش واكتر من مره انقذتني بقوه قدام يا الفي ما حدش يطلب تغيير الاكل، انا هقعد معاكم واكل من الطبق اللي بينزل لكم، لما تلاقوني انا جالي اكل خاص اطلبه زيه. واحد قال لي هي في المانيا، واحد يعني لعيب كان من بورسعيد، هم كيفة سمك بتنزل له السمك، قال لا نو 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 نو، فبقول له لا، قلت له بليز نزلي. نزلي، فبص كده فنزلي، قال انا ما باكلش سمك بره بورسعيد. قلت له يا ريت تقول لي الخلطه بتاعت بورسعيد وتعزمني عشان مؤكد انك بتعمل حاجه ما ينفعش تاكل بعديها سمك، لكن النهارده لو جعان كل السمكه دي، لو مش جعان شوف مين من زمايلك تديها له. فاتقمص وما اكلش. تاني يوم الصبح احنا ماشيين في الفطار جت وقفتي بالصدفه ورا، قلت له افطر كويس عشان يجوز ما تتغداش. فالالف بعد ما كان بيوشوشني يا كابتن ريحهم، جه قال لي تتصور احسن قرار، احنا اول مره نقعد على الاكل ناكل نفس الاكل وما نضيعش وقت. ما نغيرش. انما اتعلمتها من مين؟ الشافعي. طب الشافعي عيط ليه؟ لما يعيط عبد العزيز الشافعي يبقى شاف قدامه قيمه من القيم الكبرى بتنهار. قيمه رياضيه. الراجل ده يا جماعه في ميونخ طلب منه ان يتفاوض مع اللي اختطفوا طياره ميونخ وان يتخذ قرار بسحب البعثه المصريه على مسؤوليته، والسلطات الالمانيه ثقه في قدرات الراجل ده قالت له في مجموعه فلسطينيين خاطفين طياره فيها مجموعه من الاسرائيليين، خلصنا من فضلك من المشكله دي. ودخل وتفاوض وكلمهم قال لهم ربنا معاكم وربنا معاكم ومش عارف ايه، واللي حصل للاسف الشديد ان انتهى بمأساه، فاضطر يسحب البعثه. يرجع هذا الرجل يستطيع ان يتخذ قرار على هذا الحجم والعالم كله بيفوضه عشان ينهي ازمه. حقيقي ما قدرش، لان كان وقتها لاول مره يحصل هيجاك او عمليه زي كده. عيط ليه عبد العزيز الشافعي يا استاذ ابراهيم؟ هذا الاسبوع ما احنا برضو راجل بهذا النبل وبهذه القيمه وبنفس الفهم الدقيق والحقيقي والاصيل للرياضه وقيمها واخلاقها، مش هيعيطوا اي حد، هيعيطوا سلوك فج قوي، وهيعيطوا خروج عن القيم الرياضيه قوي، واللي هيبكيه حاجات ما ينفعش تحصل في ملاعبنا، لكنها حصلت، واللي عملها يجلس الان في سده الحكم الكروي. تخيلوا. مش هنطول. دكتور كرم كردي عضو مجلس إدارة اتحاد الكورة حاليا، ورئيس سابق للنادي الأولمبي السكندري، استضافه الكابتن خالد الغندور. نشوف الأول دكتور كرم كردي قال إيه فيما يخص الأهلي. يعني هو الراجل في ناديه ومع آخرين يفعل ما يشاء، لكن لما يصل الأمر انك تمس نسمعه بقى. اخيرا قريت بيان كابتن محمود خطيب للترشح؟ قريته النهارده. رايك؟ بيان عقلاني جدا، مش شايف ان في عيب ان هو الجزء اللي هو مخاوف على قيم ومبادئ الاهلي؟ ترشحت بسبب المخاوف على قيم ومبادئ النادي الاهلي؟ يعني بص، ما هقول لحضرتك حاجه. يعني ما هو دايما النادي الاهلي دايما يتشدق بموضوع ايه؟ قيم ومبادئ ومش عارف ايه. لكن احنا اللي في المجال، ما احنا عارفين ان هو من بره الله الله ومن جوه يعلم الله. من الاخر؟ انا شايف كده. القيم والمبادئ انا من وجهه نظري بتبقى مرتبطه بالاشخاص. يعني ما فيش نادي لا
مفيش مبنى لا نقول عليه قيم ومبادئ. لا لا نقول لا نظام وسيستم. يعني انا هقول لحضرتك حاجه. نظام وسيستم. لا 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 ومبادئ ومبادئ. هو المبادئ دي افرض افرض واحد مثلا بينتمي النادي طلع حرامي مثلا. معلش ما هو في كل قاعده شواذ. عنده مبادئ؟ لا لكل قاعده شواذ، لكن احنا ما نقدرش نختلف ان النادي الاهلي هو اكتر نادي منظم في مصر. وده اللي بتكلم عليه. منظم وسيستم. ما هو القيم والمبادئ ليس لها علاقه بالنظام والسيستم. لا لا ما هو اللي ما عندوش مبدا عمره ما هيمشي كويس في النظام. لازم يبقى انت عندك مبدا ومتربي عشان تعرف تمشي في النظام ده. والا هتخرج عنه. اصرار اصرار من المقدم انه يجرجره انه يغلط. واعتقد ان يعني الصديق اللي انا احبه على فكره هو زملكاوي، ولكن اقرب صديق له في الوسط الرياضي كان مين؟ كابتن ثابت. الله ثابت البطل. الله يرحمه. لانه كان بيحب في ثابت الرجوله والقيم والمبادئ. فهو بعد ما قال الجمله دي، لان جمله لا يا كرم بيه الاهلي من بره هلا هلا، من جوه يعلم الله. لا يعلم الله بكل حاجه عننا كلنا. طبعا. لكن الاهلي بره زي جواه، ولذلك احنا ده اللي فلقنا وده اللي حمقنا، لان اللقطه دي بتلخص ما يريده الاعلام الزملكاوي. النيل من النادي الاهلي بيتشدق ان النادي الاهلي يعني هو ينفع لمؤسسه افراد. ما هو انت ما كانش الافراد منضبطين واستمروا ورا بعض بحيث تبقى سمه المؤسسه ان لا تسمح لغير المنضبطين بالبقاء. ايوه. ها الا تتستر على مخطئ. ولذلك النادي الاهلي كلاعب كوره يبقى مش ماشي على نظام الاهلي ما يكملش. اداري مش ماشي على نظام، عضو مجلس اداره والامثله موجوده، تخلص الدوره تاني دوره يتشطب عليه ينزل لوحده وما ينجحش. امثله موجوده. اللي يغلط بيحاسب. وكان كان الاستاذ نصف سليم بيقول لك الاهلي ده كهنوت ما تعرفش حاجه عنه. لكن كان لما شوف بقى الاستدراك تشعر فيه تناقض. قال له لا 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 الاهلي واكثر الانديه انضباطا، لا وفي مبادئ. ورجع هو حس ان الكلمه اتزفلطت منه. لكن هي في الاخر ايه؟ زملكاوي يناقش زملكاوي. هم حرين بره الاستوديو يقولوا الاهلي بيكسب الحكام، لكن انت مسؤول وانت اعلامي. يا تقول بالدليل يا ما تقولش. ومش دورك انك تفضل تضغط على الضيف لحد ما يغلط، لان الغلطه دي الاستاذ كرم دفع ثمنها غالي جدا قدام الراي العام. وابكى الشافعي. ازاي؟ ايه بقى؟ انت بتسالني ولا انا اللي بسالك؟ انا بسالك. ماشي. عايزنا ايه اللي ابكى الشافعي؟ لا لا هو الاستاذ كرم كان رئيسا للنادي الاولمبي. اعتقد اعتقد هو انت مش عندك المانشيتات دي ولا ايه؟ شوف سنه 2004 يعني ما لحقناش نبعد كتير، ده كلها من 12 13 سنه. الدكتور كرم كردي رئيس النادي الاولمبي. الحكم حمدي شعبان كان بيدير مباراه للنادي الاولمبي مع ماليه كفر الزيات في دوري الدرجه الثانيه. المباراه كانت يوم 28 او 29 سبتمبر 2004. ده اهرام يوم الجمعه في هذا التاريخ 8 اكتوبر 2004. لجنه الحكام تطالب بشطب حارس الاولمبي واحاله رئيس النادي لوزاره الشباب. كان وزير الشباب والرياضه وقتها الدكتور علي الدين هلال. اللي حصل دكتور كرم كردي ضرب الحكم. ما هو ضرب حمدي شعبان بالشلوت وجري وراه. هي وده اللقطه اللي لما اتعادت في التلفزيون وقتها كابتن عبد العزيز الشافعي في, في, في استضافه له بكى. هو بكى ليه؟ اللقطه وتكت كده. الاستاذ كرم قاعد على الخط. كرئيس نادي مش قاعد في المقصوره، هو قاعد على الخط. في الوقت المحتسب بدل من ضايع اتحسب ضربه جزاء لماليه كفر الزيات. حصل إن اعتقد انها اتلعبت وجت جون او ما اتلعبتش مش دي القضيه. اعتداء من اللاعبين والاداريين والمدربين، اربعه خمسه بيضربوا في واحد وهو بيعمل. كان لسه حكم جديد حمدي شعبان. كان جسمه صغير. لا هو مش صغير بس كان جسمه قليل. هو قليل بالمقارنه
بمحمد رشوان الكردي هو ده اللي عيط الكابتن عبد العزيز كرم كردي بقى وقتها كان كده ضخمة. فالحكم لقى الاستاذ كرم قاعد فقال لك اجري استنجد بيه يحميني هيقتل. فهو بيجري راح الاستاذ كرم قايم واخد خطوتين وطاير رقعه شلوت موقعه على الارض. فالراجل خلاص قضي الامر بقى هيعمل ايه. اللقطه دي اتذاعت في التلفزيون على الكابتن عبد العزيز شبحي بصفته رائدا رواد الحركه الاولمبيه واحد قياداته المهمه. لما الكاميرا رجعت عليه انا نفسي لما شفت اللقطه دي جسمي يعني سخنت قوي. مش سخن ايه ده ليه كده الراجل بيستنجد بيك يعني ده شعوري وقتها وقتها ما كنتش على علاقه مباشره والاستاذ كرم وفعلا صدر قرار بعقوبه الاستاذ كرم وقتها. لكن ما هو الاستاذ كرم هي دي النقطه بقى هي دي النقطه ان انت وبتحاسب الناس وبتحكم على الاحكام. طب النادي الاهلي لو حد اجيب لك بقى المثل المقابل برضه مع النادي الاولمبي ها بس ما كانش هو بقى الاستاذ كرم اللي موجود الكابتن عبد العزيز عبد الشافي والكابتن محمود الجوهري وفي مباراه مع النادي الاولمبي الكابتن الجوهري اتضايق من الحكم فزي ما حصل مع عبد العزيز عبد مع سيد عبد الحفيظ لقينا الكابتن عبد العزيز راح متهجم على الحكم هجم على الحكم كده ايه اللي حصل؟ اوقفه الكابتن صالح سليم ما استناش كابتن صالح اوقف كابتن زيزو اداره النادي الاهلي اوكي مش عشان نقعد كابتن الكابتن صالح هو مسؤول ودفع كابتن عبد العزيز اللي هو 100% كان مندهش ما هو انا اتقال لي كده انت هتسكت ولا عشان كده انا بقول احموا الاداريين والمدربين ان هم يتصدوا للظلم مش دورهم هم المثل اللي يسيطر على اللعيبه لان انت لو جريت هيجري وراك اللعيبه هتيجي تحشهم يكون الموضوع خلص بتوقف لك 2-3 لعيبه بالظبط فهو ده الكلام هو ده الكلام اللي انا بقوله لا هي دي المعايير بقى يا استاذ كرم هي دي المعايير وقع اقل واحد من عشره واحد من الف مش واحد من عشره من اللي حصل معاك بتجربه شخصيه انت مؤكد عايز تمسحها من حياتك وندمت عليها جدا لان انا اعرفك بعد كده انت راجل يعني ابن ناس ولك حيثيتك في 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 محافظه الاسكندريه راجل انا اما اتعرفت عليه عن قرب يمكن انا عاطفي شويه سافر معانا اليابان فاكر حضر جه مخصوص يشجع الاهلي هناك وهو زملكاوي واخد بالك لكن هو استاذ كرم 100% دي النقطه عايز ينساها من حياته اللي جرنا نتكلم في سبب المحاور بتاعه اللي خلاه هالجمله يتسرع ويقول لك اصل الاهلي من بره هلا هلا من جوه الاهلي براه زي جواه وده اللي احنا دي معركتنا ان ما حدش يلوث هذا الكلام ويلقح كلام ويغزونا بفكر يعني عايزين بالعافيه يشوهوا كلمه المبادئ والقيم لا الاهلي هو نادي المبادئ والقيم ورجع اكد عليها الاستاذ كرم هو في شك ان الاهلي قال لهم كده لما يعني خد باله العمليه جرجره ها لا قال لهم الاهلي اكتر نادي منضبط والاهلي نادي القيم ونادي المبادئ وهي ما بقت شوف انتوا اللي بتخلونا نقول احنا ما بنحبش نتكلم اصل ده مش لقب احنا قلناه على نفسنا ده التاريخ اللي قال لنا عليه ولذلك هتتجننوا انكم اخترقتوا النادي عشان تشوهوا هذا التاريخ وعشان تقولوا التاريخ بدا من 2014 انسوا العهد البائن العهد الحالي جزء من العهد الماضي ويكمله ويضيف اليه والعهد القادم هيكمل الليله دي ما تظلموش 2014 2017 ما تظلموهاش الناس دي مش عايزه تخرج عن كتالوج الاهلي لكن هي اللي سمحت انكم تبقوا قريبين وتشوهوا الصوره والله الاهلي مخترق واحنا بندفع ثمن الاختراق ده اهو الاعلام هتلاقي كل اللي بينتقدوا الاهلي مين اخواننا اللي بنحبوه بس يا ريتهم يفضلوا حبايبنا بس في ناديهم بس كانت من توابع ما حدث انه تم شطب حارس الاولمبي المعتدي على الحكم وقالت
المواقع وقتها، منها موقع في الجول في 11 اكتوبر 2004 انه اتحاد الكوره برئاسه الكابتن عصام عبد المنعم كان مجلس اداره معين قرر شطب حارس المرمى محمد جمعه، ده حارس الاولمبي اللي اعتدى على الحكم. وقال مدحت شلبي مدير الاعلام في اتحاد الكوره وقتها، ده في اكتوبر 2004، انه مجلس الاداره اتخذ عده قرارات رادعه تضاف الى عقوبات ماليه وقعت على الاولمبي، وتقرر شطب حارس المرمى بعد ان اكد الحكم الرابع في تقريره انه اعتدى على الحكم حمدي شعبان. كما قرر الاتحاد حرمان كرم كردي رئيس النادي الاولمبي من حضور مباريات فريقه في الملعب طوال الموسم الكروي 2004-2005، ونقل اول مباراتين لفريق الاولمبي خارج مدينه الاسكندريه. وقال انه لجنه المسابقات كانت اوسط وقعت عقوبات الاسبوع الماضي بتغريم الاولمبي 25,000 جنيه وايقاف حارس مرماه سيزار 6 شهور، مع تغريمه 3200 دولار وتغريم رئيس النادي 10,000 جنيه. واعتمد اتحاد الكره هذه العقوبات واضاف اليها العقوبات الجديده نظرا لشغب لاعبي واداري الاولمبي والاعتداء على حكم مباراته مع عمليه كفر زيات في دوري القسم الثاني. ده بالظبط ما حدث في اكتوبر 2004، وده اللي بعد كده لفت الانتباه الى جزئيه رؤساء الانديه. واعتقد القانون الجديد ربما يكون عالج هذه المساله، انه رئيس النادي او عضو مجلس اداره اي نادي هو في النهايه بيرأس نادي فيه 20 لعبه ربما، او المهم اكتر من لعبه. فانهي اتحاد هيعاقبه؟ يعني لو في رئيس نادي اخطا، اتحاد الكره هو اللي معني بعقابه باعتبار ان الواقعة حدثت في ملعب كوره. طيب ما هو رئيس النادي عنده اتحاد السله وعضو في اتحاد الطايره وعضو في اتحاد السباحه واتحادات اخرى. يا اللي عاقبه المسكن اللي هو يا استاذ ابراهيم. فحتى ديت يعني القانون الجديد ادى السلطه للجنه الاولمبيه بحق التدخل. بحق التدخل تحت مظلتها كل الاتحادات. اللي هي لما المهندس عادل بيشير للميثاق الاولمبي، الجهه المعنيه برعايه هذا الميثاق وحمايته اللجنه الاولمبيه في كل دوله. فبالتالي اتمنى تفعيل مثل هذه البنود في الوضع الجديد، عشان مش بس مدرب كوره ولا اداري كوره يغلط في كلمه يعاقب. اذا اخطا فيكم الاداري عاقبتوه او اللاعب عاقبتوه، واذا اخطا الرئيس والمسؤول على راس مجلس الاداره او ضمن مجلس الاداره محدش يقدر يقرب منه. اعتقد ده خلل، اتمنى ان القانون يتفاداه حتى لا يبكي الشافعي من جديد. فاصل ونرجع لحضراتكم. اهلا بحضراتكم من جديد. كل الترجي، كل الامل، كل الدعاء، كل الرجاء ان ربنا يوفق الاهلي ان شاء الله. واهم حاجه ناخد بالنا منها الاهلي والترجي، زي الاهلي والنجم، زي الاهلي والصفاقسي، زي الاهلي والرجاء المغربي. المباريات مع دول شمال افريقيا ليها طبيعه خاصه. بص بقى يا استاذ ابراهيم، اصلك انت بتحب الاتحاد قوي. لكن المباراه متصله. كل الترجي ان النجم الافريقي الاهلي يسطع. يسطع. انا تبارى بقى في الصياغه فكل الامل وكل الترجي ان ربنا يوفق الاهلي باذن الله. المباراه الساعه 7 استاد الجيش في برج العرب. الحضور حتى الان ما تم الموافقه عليه 20,000 متفرج، وان كنت متاكد انه ان شاء الله تعالى الجمهور اللي هيكون موجود هيكون موجود بوعيه، بحماسه، بحبه للاهلي، بحرصه على الاهلي. ما انساش ابدا انه في مباراه القطن الكاميرون، انا قلت لك انا كنت هناك يا باشمهندس، القطن سجل. فاذا بالجمهور في نفس اللحظه قبل ما الكوره تيجي من الشبكه جمهور الاهلي انتفض، وكان الاهلي اللي جاب الجون. ايوه واخد بالك؟ ايه العظمه دي؟ انا ايه الجمال ده؟ انه ابني ساعتها قال لي ايه الجمال ده؟ الجمهور فرحان ليه ده جون فينا؟ ايوه فقعدت افهمه انه لا ده هو علشان اللعيبه عشان الاهلي ما تتهزش. فكانت النتيجه ان الاهلي يرجع بسرعه ويكسب.
فأتمنى أن الجمهور اللي موجود يظل دايما وأبدا على وعيه. ترجي فريق محترم، فريق قوي، لازما يكون في ترحاب شديد بيه، لابد ألا نستدرج إلى أي مناوشات مع فريق شقيق ورياضي ومحترم، لابد أن احنا نفضل دايما وأبدا مساندين للفريق، ونتذكر كل سوابق مبارياتنا مع الترجي ومع النجم ومع كل الفرق العربية بالذات في الشمال إفريقيا، أنك لما تلعب معاهم المباراة متصلة، القاهرة شوط شوط فعلا بمعنى الكلمة، والشوط الآخر في المنزة. أكم من مرة الأهلي جابها من المنزة وجابها من رادس واحتفل في تونس، يعني يتعادل أو يتعثر في القاهرة ويفوز في تونس. أنت عارف فهي مباراة طويلة شوية. عارف ليه بتونس والمغرب الأجواء واحدة والظروف واحدة؟ لا، الملاعب حلوة. أيوة، فأنت والضغط بيتحول إلى صاحب الأرض ممكن يعني أنا الضغوط المفروض اللعبة دي هنا دولية وهنا دولية، يعني خلاص اتعلموا بقى. لكن أنا بكلمك على الأداء، أنت مش رايح أفريقيا على ملاعب زلقة ونجيلة عالية أو فيها حفر هتؤثر على الكفاءة المهارية الفردية والجماعية. أنت رايح تلعب كورتك، وهو لما بيجيلك بيلعب كورته، بدليل نجم الساحل غلبنا في ملعبنا. أيوة، وإحنا لما تعادلنا مرتين مع الترجي في ملعبنا كسبنا المرتين. طيب والصفاقسي لما تبقى ملعبه الحلوة ما بتفيدهوش وبيلعب في ملعبك أنت اللي هي مفترض أقل من ملعبه، يبقى هنا العامل المتغير بين الاثنين ايه؟ الاقل الضغط العصبي. إيه؟ الضغط العصبي من ناحيه ايه الاقل؟ الملعب. النجيله. احنا ملعبنا اقل من الترجي. ما انت بتقول احنا بنلعب هنا كويس عشان ملعب حلوه، وهو بيلعب عندي كويس عشان ملعبنا حلو. طب ليه ما تلعبش على ملعبك الحلو؟ ما انت بتلعب وليه ما تلعبش على ملعبك يا سيدي الحلو؟ الاثنين بقى بيبدعوا في المتغير هنا في الاثنين الضغط العصبي. الضغط العصبي يعني انت تفضل من غير جمهور هنا؟ سيبك حتى لو الجمهور هناك، ما هو الجمهور التونسي بس، الاعلام والجمهور الضغط العصبي اللي بقى على صاحب الارض. بص يا استاذ، بتلعب انت بتحرك. احنا ساعات كده بنقعد نقول الجمهور الجمهور، واول ما يجي الجمهور نقول بيشكل ضغط على فرقته. مش مفروض يشكل ضغط عليك، انت لسه بتقول دخل فيه جون. هو ده الوعي بقى دون اتفاق، ده الوعي. وزي بالظبط في الكونفدراليه الوقت بيجري، يا رب يا رب، وكوره بتتسجل. الجمهور كده، الجمهور كده. لكن هو ايه اللي حصل دلوقتي؟ ان في اجيال ما تعودتش على الجمهور ده، بس ادي الفرق. تدريب خاص لمؤمن زكريا وازارو على الشوتينج بقى، على التسديد، ومهاره التسديد مهمه انها تتنمى الحقيقه، لانه في حتى في الدوري يعني مباراه زي المباراه اللي فاتت لطلاع الجيش، لما يكون فعلا في صعوبه للوصول لمرمى بهذا الشكل وعندك لعيبه عندها قدرات التسديد زي عمرو السوليه، زي ما خلص بمهاره زي عبد الله السعيد، بس من كره ثابته لابد انك انت تستخدم يعني هو الشيخ هذه الحلول بالظبط. لما الشيخ استخدم مهاره التسديد صحيح، فمؤمن زكريا ووليد ازارو، كابتن حسام البدري اهتم في المران على تنميه مهاره التسديد عندهم، وكابتن حسام قبل مواجهه الترجي بيقول ثقه كبيره في النجوم ونسينا احداث لقاء الطلائع. خلاص طوى كابتن حسام البدري صفحه الطلائع. وبالمناسبة كابتن حسام البدري تعرض هذا الأسبوع والفريق خلاص يعني إلى أخبار تتواتر وتنشر في الجرائد أو في بعض الجرائد وبعض المواقع، الراجل عنده عرض أجنبي، الراجل حسام البدري عنده عرض عربي بيفكر فيه. ده كلام هم عايزين يصدروا له إيه؟ ده كلام عايزين يصدروا له إيه؟ ده كلام لا يجوز أبدا، ولا يعني هدفه لا يمكن يكون فعلا يراعي مصلحة فريق بيمثل مصر مقدم على بطولة. حد هيقول لي انا لومت بالمناسبة حتى كل الصحف الكبيرة اللي كتبت كلام مثل هذا. هو فيها إيحائية انه ربما تسفر الانتخابات على حد مش مقتنع بيه. انا برهنك من هنا مستحيل ده يحصل في الاهلي طبعا. واحد ماشي وبينتج، لان اصل المشكلة الناس دي مش بتاعتك. ايوه، مش عندك، دي في النادي الاهلي. ايوه، اي واحد يجي هيقيس انت ناجح ولا مش ناجح، اخلاقيا ناجح ولا مش ناجح، المسيطر على فرقتك ولا لا، بالمعايير دي خلاص هتبقى رغم انف اي حد. اي حد مخلص بيأدي بشكل محترم وبيحافظ على الحدود اللي معموله له يبقى اهلا بيه مع اي حد. انا متاكد، واللي مش هيحصل مش هيعمل كده لن يلقى تأييد كل الناس. صحيح،
واحنا صحيح. اولهم صحيح. وكابتن حسام البدري قعد مع احمد الشيخ قبل التمرين النهارده في تهيئه نفسيه خاصه. حسام البدري ما هو ده امتداد لمانويل جوزيه، ومانويل جوزيه الحقيقه لو كان اضاف حاجات كتيره للكره المصريه، فاكتر حاجه اضافها وكانت واضحه على الاقل بالنسبه لنا احنا، ازاي بينمي نظريه الدوافع عند اللعيبه. احنا قبل كده كنا بنلعب كره للكره وخلاص، لكن فكره ان انت تقدر تشتغل على تهيئه نفسيه بتنشيط نظريه الدوافع عند لعيبتك، تشوف كل واحد تقدر تاثر عليه بايه. احساسي ان حسام البدري، احمد الشيخ راجع هداف الدوري مع المقصه، راجع تحيطه طموحات كبيره جدا وتوقعات عاليه جدا مع الاهلي، وبيبدا دي مشكلة. وبيبدا دوري ابطال افريقيا وهو عنده توقعات كبيره وناس منتظره منه حاجات كبيره. فواضح انه كابتن حسام البدري بوعيه للمساله ديت حريص انه يهيئه كويس. ما تنساش ان احمد الشيخ جاي، بنقول كل الناس بتقول بس مش هينجح زي المقص. ايوه. فيلعب اول مباراه. طب جاب جول. ابتدت الناس اللي كانت بتنتقده لحد ما جاب الجون يا عالمي. ايوه. معايير التقييم طبقا للنتيجه مش للاداء. بالظبط. انا متاكد ان حسام البدري بيكلمه بقى في الحاجه دي. يقول له طب ممكن ما تجيبش جول وانا ابقى مبسوط لانك عملت تكتيكيا وفنيا الدور بتاعك. لكن حلو انك تجيب الجون وانت بتعمل ده. لكن لو جبت الجون انك طول الوقت بتلعب فردي بعدين جبت لي جون مش هبقى مبسوط. طبعا. وده اللي انا بقوله. انت دلوقتي حسام البدري، كوبر، اي حد، حتى برادلي اتظلم. راجل لعب كل ماتشاته خسر ماتش واحد. حتى رجع كذب هنا يعني، ولو كان ما علينا يعني، مش عايزين نتكلم في حاجات راحت يعني. احنا بنقيم على النتيجه. النهارده حتى لو جيت تقيم على النتيجه، هو الجهاز الفني والاداري بتاع النادي الاهلي ناجح ولا فاشل؟ ناجح جدا لحد دلوقتي. طبعا طبعا. انت مستني منه النجاح الساحق انه يجيب لك افريقيا. ممكن في النص تبقى الاداء مش عاجبك. وخلي بالك دلوقتي الشباب من كتر ما اتفرج على الكره الاوروبيه بقت عنده ثقافه اوروبيه. بيحط معايير تانية، ستاندرد موجود على دوري عنده طول عمره. ما كورتنا مش اوروبيه لكن كويسه. فيها طعم لاتيني كده. فيها مهاري. فالنهارده ما تقعدش تحط معاييرك اللي انت شفتها بره على الواقع، مش هتلاقيه. ايوه. لان اللعيب نفسك ابن ثقافه مجتمعه. ايوه. بالظبط زي ما يجي المصري يقول لك ايه، ده رئيس وزراء السويد لو عمل كسر الاشاره ياخد مخالفه. حلو. عايز رئيس وزراء مصر لو كسر الاشاره ياخد مخالفه، يبقى انت كمواطن لازم تبقى زي المواطن السويدي. ايوه. يبقى ثقافه المجتمع كلها بتوصل الى النتيجه دي. أيوة. مش على طول، عايز المثل فوقي. ولو 100 وزير خد مخالفه في الاشاره بتاع التوك توك هيجي لك في الاتجاه العكسي برضه. يبقى المساله ما هو انا برضه حتى في ديت يا باشمهندس دايما بستغرب الناس اللي تقارن مستوى الكره بتاعتنا بالكره الاوروبيه. ايوه. طب انت هم شافوا كده ماشي، بس انت زي اوروبا في ايه؟ ايوه ده اللي احنا بنقوله بقى. ايوه. عشان كده مستوى لا مستوى الصحه العامه ولا الثقافه العامه ولا التعليم انت ملاحظ ولا حاجه ولا اي حاجه زيهم. ملاحظ حاجه؟ بتتسرب انباء ان كوبر بيقول انا لو وصلت مصر كاس العالم هستقيل، مش هستقيل قبلها. ليها تفسير عندك؟ لا كوبر هيستقيل ولا كوبر قال كده. لا كوبر هيستقيل. هيستقيل. يروح لكاس العالم يعمل ايه؟ هو حاسس ان خلاص وصل لقمه النجاح. مش وصلت لك اللي انت عايزه؟ بس هروح اعمل ايه بقى؟ ده السؤال الثاني. يوصلنا. يوصلنا ونبوسه ونتحايل عليه واذا ما قعدش نكرمه ونشوف حد يشيل الليله. وفي طيب. ساعتها لاعبتنا هتدهشه. اصل اللاعب المصري ده بس عايز دوافع والله. صحيح صحيح, صحيح. عايز التعامل النفسي. وكابتن الجوهري الله يرحمه نجح بكده بالدوافع. مانويل جوزيه نجح بكده. كابتن حسن شحاته نجح بكده. حتى حسام البدر اللي بيتهموه بالقسوه هو نجح بالدوافع دي. بالظبط. لازم أن اخلق لك دافع تشتغل عليه. مش سهل. الحاله البدنيه ايضا مهمه، خاصه اجي اقول له اللعب في الاهلي مش سهل، خاصه ان احنا في بدايه الموسم. عشان كده انيس الشعلاني مدرب الاحمال البدنيه في الاهلي اهتم كتير في اليومين اللي فاتوا
برفع معدل اللياقه البدنيه عند اللاعبين وتجهيزهم لهذه المباراه. الشعلاني تونسي، علي معلول تونسي، الاثنين بيلعبوا ضد عواطفهم وضد مشاعرهم امام الترجي. الاهلي بيرحب بجماهير الترجي وبيخصص المدرج الاولى يمين لجمهور الترجي الشقيق، وكل الترجي كل الامل لابد ان نكرم وفادة الاشقاء التوانسه في برج العرب. لازم الجمهور اللي موجود في سلوكيات زي ما احنا عندنا شباب عنده شيء من الحماس الزايد شويه وممكن يخرج على النص، وشفناهم، شفنا حتى اولادنا هم في الدول العربية.